السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني سعدني وشرفني إن احنا نستضيف الدكتور سامر السياري، هو مهندس معماري ودكتور جامعي وباحث في مجال العمارة الفضائية، وتخرج في سنة 2001 بمرتبة الشرف الأولى، وتم تعيينه في جامعة اسكندرية، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية، أكثر من 40 جائزة مثل جائزة حسن فتحي للعمارة المستدامة في 2011، والتصميم الداخلي المستدام في 2013، والجائزة الأولى لتصميم مستعمرة المريخ بلوس أنجلوس 2017، وبثلاث جوائز مؤسسة جاك روجيريه بباريس في الأعوام 2016 و2018 و2020، وفاز أيضا في احتفالية العمارة الدولية بماليزيا في 2019، والجائزة الأولى للإبداع العلمي بمنتدى البحر المتوسط 2011، وتم تكريمه من جمعية المعماريين المصريين في 2017 من أفضل 100 معماري مصري في آخر 100 سنة من ضمن العديد من الجوائز الأخرى، وتم عرض أعماله في العديد من الدول مثل مركز أبحاث ناسا بهوستن في تكساس في عام 2019، ومؤتمر المناخ الدولي في دورته 21 بباريس، وفي معارض أخرى بفرنسا بالأعوام 2015 و2016 واليونان 2016 وتونس 2011 ومصر 2011 وماليزيا 2019 من ضمن الدول الأخرى، وتم عرض تصاميمه بوثائقية قناة ديسكفري والتلفزيون الوطني الهولندي وقناة كاليفورنيا دريمرز، وله لقاءات صحفية في عدة مجلات مثل فوربز الشرق الأوسط. وقدم الدكتور سامر الساري العديد من المحاضرات العامة مثل الـ AIAA و TED BAU وفي بيم أريبيا، وله العديد من الأبحاث المنشورة بمجلات علمية مرموقة، كما شغل العديد من المناصب مثل سفير مؤسسة مارس سيتي ديزاين من عام 2017 ل 2020، وسفير مؤسسة جاك روجي من عام 2016 إلى الآن، وسفير لمؤسسة إيديا إكس إم إي من العام 2021، كما حكم العديد من الجوائز والمسابقات الدولية مثل جائزة بيم أفريقيا للعام 2021، ومسابقة مارس سوسايتي للعام 2020، ومسابقة اي دي اس كايرو 2020، كما قام بالعديد من ورش العمل ودرب العديد من المهندسين المتخصصين، ما يقارب من 10,000 متخصص ومهندس في مجال التصميم الرقمي ونمذجة المعلومات ب 13 دولة مختلفة في آخر 20 سنة. ما شاء الله يا دكتور، وربنا يزيد ويبارك. اتفضل يا دكتور، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم دكتور، احنا مش سامعين صوت.
الو، الو، أعتقد كده ممكن نبدأ باشمهندس عمر، ولا إيه احنا رأيك؟ جاهزين يا دكتور. جاهزين يا دكتور ان شاء الله. سامعني؟ انا سامع حضرتك كويس. معلش، أنا الصوت كان المايك مقفول عشان كده مكنتش سامع حضرتك. تمام يا دكتور. رأيك إيه، نبدأ ولا إيه؟ جاهزين ان شاء الله. طيب يلا على خير إن شاء الله. بسم الله. جزاكم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضرات السادة الحضور، بشكر باشمهندس عمر سليم، بشكر بي اي ام اريبيا على النشاط الكبير اللي هم قايمين بيه، يعني ربنا يبارك يا رب ويزيد، وفرصة ان احنا نناقش وجهات نظر مختلفة، ودي وجهة نظري عن المستقبل. وطبعا المستقبل في الاول وفي الاخر هو بعلم الله، في علم الغيب ربنا سبحانه وتعالى، لكن دي تصوراتنا او دي وجهة نظرنا. لما هنصمم ان شاء الله هنبدأ نصمم بأي صورة. وقبل ما نبدأ، هو المستقبل الحقيقة يعني مقسم كده لثلاث مراحل او ثلاث انواع: المستقبل القريب، المستقبل المتوسط، والمستقبل البعيد. لو جينا مسكنا كل مرحلة من هذه المراحل، لما بنيجي نتكلم نقول لك مثلا نير فيوتشر او المستقبل القريب، فاحنا بنقصد من 10 الى 15 سنة القادمة ماكسيمم، ده المتاح عندنا. لو بدينا نتكلم على المستقبل اللي هو المتوسط، فالمرحله الزمنيه بتبقى اكبر من كده، ويعني تخيلنا في خلال 100 ل 200 سنه مثلا ايه اللي ممكن يظهر. المستقبل بقى البعيد اللي هو يعني ابعد من كده بكتير، وده يستحيل علينا تصوره، ويستحيل علينا ان احنا نعرف، خاصه في التطور التكنولوجي الرهيب اللي احنا بنشهده في هذا العصر. نقدر نقول من ضمن مظاهر التطور التكنولوجي اللي احنا شاهدناه من 200 سنة، 200 سنة فقط من النهاردة، يعني سنة 1820 نقدر نقول، كانت العربات الخشبية اللي بتجر الخيول هي السائدة. النهاردة احنا عندنا طائرات شبح، عندنا طائرات 35 و22 وحاجات، ونزلنا القمر وطلعنا هناك، وعايزين نرجع القمر تاني في ارتمس بروجرام 2024، ورحنا لحد المريخ. ده كان خيال علمي. لو تيجي تتكلم مع حد كان عايش من 200 سنة وتقول له تخيلك ان احنا هنروح المريخ، هو ما يعرفش ايه المريخ ده، هو هيعتقد المريخ ده خرافه. لو جيت قلت له انسان هيطير وهينزل تحت اعماق المياه وهيروح وهيجي، هيظن ان انت مجنون. لو جيت ما مسكت له التليفون ووريته وقلت له ده في حاجه اسمها الفيديو كول وممكن تشوف حد في قاره تانية، وتوري له ان انت عندك الدنيا ليل لكن عندهم الدنيا نهار في نفس اللحظه والتو، يعني ده اضرب ما يكون بالسحر، بالخيال. وده كان في 200 سنه فقط. فالتطور التكنولوجي اللي احنا بنشهده النهارده مش بس تطور تكنولوجي يخص الادوات او الجادجتس او الاجهزه اللي احنا بنستخدمها، لا، الموضوع كمان فيه تطور في الفكر، وفيه تطور في الايديولوجي، وفيه تطور في اللوجيك او ثينكينج او في التفكير. بدليل يعني امثله بسيطه جدا، كتير مننا خلاص يعني ما بقاش يضحك على النكت اللي كان ابائنا واجدادنا بيضحكوا عليها، او القصص اللي كان بيضحك بيها الناس زمان. الناس اصبحت النهارده اكثر وعيا. تطور المعلومة وتطور المفاهيم وتطور التقاليد وتطور كل حاجة برضه يعني ماشي ان بارلل مع التكنولوجيا. فاحنا فعلا في المستقبل احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل، لكن احنا عندنا تخيل كده، ودي وجهة نظري، في يعني على ضوء المسابقات اللي ربنا اكرم بيها وربحت بيها شوية الجوائز في اخر 20 سنة. انا بقول ان الاركتكتشر او مجالنا construction industry او العمارة او صناعة البناء، خلينا نقول اللي هي التايتل الاكبر او المفهوم الاكبر، نقدر نقول 3 بي 3 بي. ايه هم البي اللي احنا بنتكلم عليهم؟ اول واحده البوست سكارستي. يعني ايه سكارستي اصلا؟ سكارستي اللي هو ندره الغذاء، او خلينا نقول كمان ندره الموارد، مش فقط الغذاء، لان يدخل كمان في الموارد المياه، يدخل فيها حاجات كتير.
فاحنا لو بنقول ان احنا النهارده ممكن نعاني من قله او شح الموارد، ممكن بنتكلم يونايتد نيشنز بتتكلم على قله الغذاء، على المجاعات اللي حصلت، فاحنا بنقول ان في المستقبل هيبقى فيه بوست سكارسيتي، مش هتبقى مشكله دي موجوده. زي ما قدرنا الحمد لله بكرم الله سبحانه وتعالى ثم باجتهاد بعض العلماء والناس اللي كانت بتشتغل ان احنا نقضي على كثير من المخاطر زي الاوبئه اللي كانت زمان بتهدد الناس، النهارده الحمد لله يعني عديناها، زي الثيرد اندستريال ريفولوشن او الثوره الصناعيه الثالثه الاولى والثانيه والثالثه اللي كلهم تقريبا بداوا من فتره 120 سنه يمكن حاجه زي كده. فكانت طبعا بقى في ماس برودكشن، اصبحت ازازه الميه اللي موجوده عندك اللي هي الميه الصحيه اللي انت بتشربها دي من 100 سنه فقط كان شيء يعني غير متواجد، مستحيل تشرب ميه بهذا النقاء. ففي تطور، في تطور في الصحه، في تطور في المواد الغذائيه اللي بناخدها، في تطور في الدواء، في تطور في كل حاجه. فتوقع العلماء ده بقى مش توقعي انا الشخصي الحقيقي، ده توقع العلماء ان احنا هنصل الى مرحله اسمها البوست سكارستي، ودي كانت البي رقم واحد. مش هيبقى في عندك خلاص ازمه غذاء، مش هيبقى عندك مشكله في المواد، تطور التكنولوجيا هيتيح لنا ان احنا ممكن نغير مياه الابحار، البحور والمحيطات، نخليها مياه صالحه للشرب، ممكن نجمع مياه من الشتاء، ممكن نجمع مياه من الضباب حتى. فاصبح ان ده مش هيبقى مشكله. رقم اتنين البوست كاربون او ما بعد التلوث، احنا النهارده بنناقش التلوث، بنناقش معدل زياده ثاني اكسيد الكربون والملوثات اللي بتهدد بالتغير المناخي وبالتالي بتنعكس على الكوارث اللي احنا بنشهدها يمكن في الفتره الاخيره. لكن بدا الوعي يزداد، فبدينا نسمع عن حاجه اسمها الزيرو كاربون سيتيز او المدن صفريه الكربون، بدينا نسمع عن السيركلر ايكونومي او الاقتصاد اللي بيعتمد على اعاده استغلال الويست وبالتالي بيقلل من البصمه الكربونيه في العالم. كمان بيتوقع العلماء ان احنا هنصل الى مرحله اللي بيسموها البوست كاربون، او ان احنا ان شاء الله هنبدا نتغلب على هذه المشكله وهيبقى خلاص. رقم ثلاثة البوست سينجولاريتي، والسينجولاريتي دي النظريه اللي بتقول ان هنصل الى مرحله هيتفوق فيها الاله والذكاء الاصطناعي على ذكاء الانسان. والحقيقه الموضوع ده مش بعيد، يعني هم العلماء لما صنفوا الذكاء الاصطناعي قال لك انت عندك ثلاث مراحل. المرحله الاولى بيسموها النارو اي اي او الذكاء الاصطناعي الضيق، وده زي سيري اللي موجود على الايفون او زي اليكسا الموجوده ما اعرفش يمكن على جوجل ولا امازون اعتقد، واي برنامج ذكاء اصطناعي انت بتتكلم معاه وبيحل لك او عنده لوجيك، بس لوجيك محدود، بتطلب منه طلبات محدوده فبيرد عليك بطلبات محدوده وخلصت. في بعد كده مراحل ثانيه اعلى، في بعد كده الوايد اي اي اللي هو يعتبر اكبر، وبعدين الجنرال او السوبر اي اي، وده اللي احنا بنعتبر ان هو في مرحله الخيال العلمي بقى، اللي هو ممكن يبقى عنده سيلف كونشس، عنده ادراك لذاته وفاهم ان هو مكنه وفاهم ان انت انسان، وممكن يبدا يكون له اراده مستقله عن اراده الانسان، وبالتالي ده اللي احنا كنا بنتخوف منه. لكن كمان العلماء بيتوقعوا ان احنا هنصل الى مرحله بيسموها البوست سنجولاريتي، يعني مرحلة التغلب ما بعد هذه المشكلة، فهيحصل فيوجن أو دمج ما بين الذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي. وكل واحد بقى ما عرفش طبعا سرعتها وكيفيتها إزاي، يعني العلماء بيقولوا كلام كتير، اللي بيقول لك هنزرع شريحة في مخ الإنسان فيبدأ يشوع الإنسان بأفضل كورس أوف أكشن في حياته اليومية، جيت ماشي في الشارع الكمبيوتر أو الإي أي يبدأ يتكلم معاك، يبدأ يواجهك يقول لك لا امشي يمين ما تمشيش شمال عشان شمال ممكن بعد شوية هيحصل كذا كذا كذا، ويتوقع وتطلع حسابات دقيقة ماثيماتكس كالكوليشنز. وممكن يبقى الإي أي ديت اللي بيتكلم معاك وبيوجهك متصل مثلا بالقمر الصناعي فهو عنده معلومة غايبة عنك. دي بيسموها البوست سنجولاريتي، وده مش كلامي، ده كلام علماء كتير وأبحاث كتير. لكن الريفليكشن بتاع 3 بيز دولت أو التلاتة بي دول على الأركيتكتشر هو ده اللي أنا جاي أناقشه اليوم. طيب الاول تعالوا نشوف كده، هل في تصنيف للحضاره؟ هل في تصنيف لمستويات الحضاره؟ الحقيقه فيه، وده تصنيف الاولي او المبدئي اسمه كارداجيف سكيل، نسبة لعالم روسي اسمه كارداجيف، نيكول كارداجيف. الراجل ده قال لك والله الحضاره بتقاس بكميه الطاقه المستهلكه. تعال شوف مثلا من 400 500 سنه ما كانش في كهرباء، ما كانش في اي حاجه، ما كانش في صناعات حتى، كانت الزراعه هي السائده وكان الصناعات محدودة جدا جدا، وحتى الطباعة محدودة، وسائل التنقل والانتقال كلها بتعتمد على الحيوانات والماشية والدواب، يعني كانت العملية يعني بدائية من، وبالتالي كان استهلاك الطاقة قليل. النهاردة من ضمن أسلحة الدمار الشامل ما يطلق عليه اسم الاي ام بي او الالكتروماجنتيك بامب، اللي هي بتوقف كل شبكات الكهرباء، بتوقف كل حاجة بتعمل بمجال الكهرومغناطيسي، وده بتصنف انها من أسلحة الدمار الشامل.
يعني بيعتبر في العصر الحديث، او بيعتبر في العصر الحديث انك لو وقفت استهلاك الطاقه انت ممكن تقضي على شعوب ومدن بالكامل. كارداجيف قال لك تايب 1 سيفيلايزيشن هي الحضاره القادره على استهلاك 10 للاس 16 وات، رقم ضخم جدا جدا من الوات. لو وصلت حضارتنا ان احنا نقدر نستهلك او بنكونسيوم طاقه بهذا القدر، فاحنا عندنا من الاجهزه، عندنا من الاختراعات والابتكارات ما يجعلنا في المصاف ان احنا تايب 1 سيفيلايزيشن او الحضاره رقم واحد. طيب احنا وضعنا الحالي هل احنا وصلنا تايب 1 سيفيلايزيشن؟ لا لسه. احنا طب وضعنا الحالي ايه؟ 0.73 يعني 37%، لسه ما وصلناش لواحد. يعني ده معناه ان احنا قدامنا شويه عشان نصل الى هذا المجال، بس مش بس استهلاك للطاقه، كمان احنا نقدر نحصل على كل الطاقه اللي كوكب الارض بيديها لنا، مش بس فوسيل فيولز او اللي هو الوقود الاحفوري، لا الوقود اللي بينزل، ممكن اشعه الشمس اللي بتنزل، ممكن حركه الامواج اللي بتحصل بتاعت البحار، حركه الرياح، كل ده تقدر تولد منه طاقه. لو وصلنا لهذه المرحله انك بتولد الطاقه، بتقدر تحصل على كل الطاقه الممكنه على وجه الكره الارضيه، يبقى احنا كده كمان نقدر نصل الى تايب 1 سيفيلايزيشن. لا ده في كمان اعمق، هو قال لك انت مش بس بتبص على كميه الطاقه المستهلكه وكميه الطاقه اللي انت بتجمعها، لا انت في بيسموه المايكرو سكيل اوف كارداجيف سكيل. يعني كارداجيف سكيل يمكن بيتكلم بعد كده على استهلاك الطاقه في المرحله الثانيه، لو انت قدرت تجمع كل الطاقه اللي بتطلع من الشمس، وده شيء مستحيل، يعني شيء يعني مش مستحيل، اقصد في علمنا الحالي وبامكانياتنا الحاليه شيء صعب جدا. لكن المايكرو سكيل كمان بيقول لك لا، انت كمان ممكن تتحكم في التكوين الذري، التكوين الجزيئي ثم التكوين الذري ثم التكوين الالكتروني ثم ما يعرف باسم الكواركس اللي هي تعتبر اصغر شيء في السترينج ثيوري او في علم الكوانتم ميكانكس. عشان ابسط على الساده الحضور، يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ يعني احنا ممكن نصل في يوم من الايام مثلا الى طباعه ثلاثيه الابعاد، واعتقد احنا كلنا النهارده فاميليار او عندنا فكره ما هي الطباعه ثلاثيه الابعاد. لكن الطباعه ثلاثيه الابعاد لو احنا وصلنا الى التحكم الجزيئي، يعني تقدر تغير في التكوين الجزيئي للماده، وتقدر تعمل طباعه ثلاثيه الابعاد بالمولكيولر ليفل او على المستوى الجزيئي، ده معناه انك ممكن تعمل طباعه لجسد انسان كامل مطابق لجسمك وانت عندك 25 سنه، ويظل محفوظ عشان لما تصل الى سن ال 80 يمكن تحتاج منه كلى او كبد او قلب. ده مش خيال علمي، ده هو ده فعلا الطباعه ثلاثيه الابعاد على المولكيولر ليفل او على المستوى الجزيئي. فما بالك باي حاجه تانية، عايز تطبع الماس، عايز تطبع ذهب، عايز تطبع اللي عايز تطبعه، ممكن تقدر تعمل اعاده تكوين ذري لخامات اوريدي موجوده، فتبدا تحول الخشب مثلا الى ماده مشعه زي اليورانيوم، او تعمل من الخشب مثلا ماده خشب شفاف، او تعمل اي حاجه ممكن تتخيلها. طب خلاص وصلت لمرحله من يعني التحكم في التكوين الجزيئي، طب لو وصلنا لاعمق من كده، يمكن هو التحكم في الالكترونات اللي ممكن تطلع بيه بالمواد المشعه والمواد المغناطيسيه وغير المغناطيسيه، وممكن تصل الى يعني ابعاد خطيره جدا احنا النهارده بنعتبرها خيال علمي وسحر، زي ما كان اجدادنا من 200 سنه ممكن لو حكيت لهم على اللي احنا وصلنا له النهارده يعتبروا ان هو برضه خيال علمي وسحر. وده اللي احنا نقدر نتخيله في خلال المستقبل القريب والمستقبل اللي بعد القريب، لكن المستقبل البعيد اللي هو بتكلم على 1000 سنه مستحيل نقدر نتخيل ولا نقدر نعرف عنه اي حاجه. لكن حد لحضراتكم برضه فكره من وحي، مش من وحي، من اقوال العلماء اللي بيقولوا او بينادوا للاسف الشديد ان المستقبل البعيد اللي هو بعد 500 سنه يمكن اكتر، هيرجع الانسان يستخدم القوس والسهم ويمكن السيف والخيمه، وهيرجع للحضاره البدائيه من تاني. وقتها بعد 1000 سنه والله اعلم، برضه لعلم الغيب ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، هيقال ان في يوم من الايام كان في حضاره على الارض متقدمه جدا جدا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. زي ما احنا دلوقتي يمكن في بعض العلماء اللي بيقولوا ان كان في حضاره اتلانتس، وكانت برضه بتعيش في تطور تكنولوجي غير مسبوق ما نعرفش عنه حاجه، وبعض العلماء التانية اللي بيستدلوا على بعض الجداريات اللي موجودة على الآثار المصرية القديمة والمعابد المصرية القديمة وقبائل المايا، يقول لك احنا شفنا أطباق طيرة، والله أعلم تفسيرها ايه، برضو احنا ما عندناش من الأدلة العلمية الكافية اللي نقدر نحكم عليها. تايب 2 سيفيلايزيشن وتايب 3 طبعا أكثر تطورا، وفي بعد ما توفى كارداجيف، نيكول كارداجيف، جم بعد كده علماء عملوا تايب 4 و5 و6 و7، ومش مجالنا النهارده ان احنا نناقش فيهم يعني عشان حتى لا نطيل على حضراتكم. طيب احنا ناقشنا البوست كاربون، يعني ببساطه التعريف الرسمي بتاعها هو بيقول لك signifies the rupture in the carbon
ديبندنت اوربن سيستم، النظام الذي يعتمد على وجود الكربون خلاص مش هيبقى يعتمد على الكربون بعد كده. وده هيصل الى مستويات من انثروبوجينيك جرين هاوس جازز استابليشمنت اوف نيو تايب اوف سيتيز، ده هيغير وجه المدن بتاعتنا، هيغير وجه العماره بالكامل، هينتج عنه طبعا لو كربون از ويل از انفايرمنتال اند سوشيالي ايكونوميك سستينابيلتي. ايه الكلام ده يات؟ الحقيقه العلماء برضه في حاجه اسمها السستينابيلتي تراجكتوري، لما جم يتخيلوا قال لك والله انت السستينابيلتي ده العادي، ده اللي المفروض يتعمل، ان انت لا بتاثر في البيئه وبتضمن حقوق الاجيال اللي هتيجي مستقبلا في انها تلاقي موارد، يعني انت ما تخلصش الموارد النهارده كلها، ما تلوثش المياه كلها، ما تلوثش الهواء كله، ما تستنفذش كل الموارد عشان الاجيال اللي هتيجي بعديك يكون لها الحق انها تجد شيء. لكن في مراحل الحقيقه اعلى، في اللي اعلى من السستينابيلتي بيسموه الريجنريتيف ديزاين، انك انت ممكن بقى بدل ما انت مش بس بتبدد، لا انت ممكن انت تنتج موارد ممكن تساعد الطبيعه انها تهيل، ان انت تشفي جراح الطبيعه، انك تشفي الموارد المبدده منها. والاحلى من كده ان في حاجه اعلى كمان من الريجنريتيف بيسموها، سوري عفوا دي كانت الريستوريتيف، في ريجنريتيف اللي هي اعلى شيء، ان انت بتعمل كانك انت الطبيعه. والغريب في الامر ان في تجارب من كذا الف سنه فاتت خاصه في الهند وفي غيره، كانت الناس بتمد جسور من الاشجار فبيستخدموا الشجره اللي بابيانه كان هي الجسر، وهو في الاول وفي الاخر شجره بس بيمدوا جذورها الهوائيه بحيث ان هم يعدوا عليها فتعمل كانها جسور، يعني architecture that acts like nature، يعني انت مش بس بتحافظ على الطبيعه ومش بتحاول انك ما تبددش موارده، ده انت الطبيعه. فدي المرحله المتقدمه اللي ممكن نصل اليها. البوست سنجولاريتي زي ما قلنا قبل كده او التكنولوجيكال سنجولاريتي هي hypothetical point، نقطه فرضيه في الزمن، لما التطور التكنولوجي اللي موجود هيبقى غير قابل للتحكم وهيبقى غير قابل انك تعمل له توقفه. فطبعا ده ممكن يغير في الكورس اوف هيومن سيفيلايزيشن او في تاريخنا، لكن البوست سنجولاريتي لما نصل الى كيفيه التحكم في هذا الوحش القادم اللي هو الذكاء الاصطناعي. احنا طبعا النهارده على اعتاب الثوره الصناعيه الرابعه او ما يطلق عليه باسم الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي، كل شيء بنحوله الى كمبيوترز وسيرفرات وساتلايتس. اعتمادنا هيزيد كمان مع ال5 جي، ومن الطبيعي انك تلاقي جراح قاعد في امريكا بيعمل عمليه لطفل مثلا في كينيا، او تلاقي عمال اجرت عمال في كوريا الجنوبيه عشان يشتغلوا في المصنع بتاعك اللي مثلا في امريكا الشماليه او امريكا الجنوبيه، وهم قاعدين في مكانهم ما اتحركوش من مكانهم عن طريق ال5 جي، هم قاعدين في الهب بتاعتهم ماسكين كيبوردز وقاعدين ماسكين جويستيكس وقاعدين بيتحكموا في الحفارات اللي هي بتشتغل اوتوماتيد في امريكا الجنوبيه، لكن العامل بيشتغل في كوريا حته تانية مختلفه تماما، ده ال5 جي. وبعد كده لما يدخل الذكاء الاصطناعي مش هتحتاج لهذا العامل، انت هتحتاج لكمبيوتر يشغل الموضوع لوحده ويقوم بعمله لوحده، وده هيسبب على فكره رفاهيه للانسان. محاضره النهارده بالمناسبه يوتوبيان جدا، او يعني بتشوف الجانب الحسن او الجانب المتفائل من التكنولوجيا. يمكن فيكم من حضراتكم حضر قبل كده ليه محاضرات سابقه اللي كانت بتتكلم على السبيس اركتكتشر، كانت اغلبها ديستوبيان او اللي هي المستقبل التشاؤمي، لو حصلت مشاكل على الارض نحلها ازاي، ازاي هنسيب الارض ونروح كوكب جديد. لكن النهارده اليوتوبيان الوجه الاخر برضه لوجهه النظر العلميه، البوست سكارسيتي ايكونومي، وهنا بقى الاقتصاد ما بعد النضع. ليه ما بقى النظر المركزيه ان بقى في عندك مصنع واحد او مكان واحد بيزرع وهو بعد كده يحصل حاجه اسمها سلاسل التوريد او سبلاي تشين لحد ما يصل المنتج الى بيتك عن طريق سوبر ماركت، وقبل السوبر ماركت تاجر الجمله، وقبل تاجر الجمله المصنع، وقبل المصنع المنتج والمواد الخام، والمواد الخام اللي ممكن تيجي من مكان تاني، والقصه اللي احنا حضراتنا كلنا عارفينها. ليه ما يبقاش فيه في يوم من الايام عندك انت الهيدروبونيك يونت في بيتك على طول بتزرع اللي انت عايزه، زي ما النهارده في عندنا شبكات ميه وكهرباء وغاز، اغلب بيوتنا النهارده فيها شبكه ميه، ميه نظيفه للشرب، عندك شبكه صرف الصحي اللي هي التخلص من المياه بتاع الفاسده او المياه الويست، عندك شبكه كهرباء وعندك شبكه غاز وعندك شبكه انترنت، عندك 5 شبكات تقريبا في بيتك. ما اعتقدش النهارده في القرن ال21 في حد ممكن يقدر يعيش من غير احد هذه ال5 حاجات. محدش يقدر يعيش في بيت ما فيهوش ميه نظيفه، حتى لو مش بتشرب منها بتشرب من مياه معدنيه بس بتحتاج تستحمى وتغسل، فالميه مهمه. مفيش حد يقدر يعيش من غير صرف صحي، ما مش هينفع.
ما ينفعش تعيش من غير كهرباء، ما ينفعش تعيش من غير انترنت بالمناسبة، ما فيش واي فاي، ما فيش 3 جي، ازاي هتعيش؟ هتبقى منعزل عن العالم. لكن الغريب في الامر ان من 150 سنة فقط كانت الناس عايشة من غير الخمسة دول، وكانوا عايشين كويس جدا على فكرة. طب احنا في المستقبل متوقع ان الخمس شبكات دول ممكن يوصلوا الى 10 شبكات او 12 شبكة. طب ايه تاني؟ هنحتاج ايه تاني؟ ممكن تلاقي عندك شبكة بي ال اي. ايه البي ال اي ده؟ اللي هي بلاستيك بوليلاكتيك اسيد، او مش فاكر اسم المصطلح الحقيقه العلمي، بس هو نوع من انواع الخامات اللي بتستخدم عشان الطباعه ثلاثيه الابعاد. فانت ممكن حضرتك تطبع في بيتك الشوز اللي انت بدل ما هتنزل تشتريها، لا انت هتعمل الداونلود للفايل من الانفنتوري او من اي مخزن اللي ممكن يكون زي شركه امازون، يبعت لك الفايل الديجيتال. الفايل الديجيتال او الفايل الرقمي ده عندك 3 دي برينترز في البيت على حسب بقى الفلوس اللي معاك. اشتريت والله 3 دي برينتر كبيره ريزوليوشن عالي، بتطبع خشب وبتطبع حديد وبتطبع الكلام ده. الكلام ده موجود بالمناسبه، مش لسه هيجي خلاص. في 3 دي برينترز بتطبع منتجات خشبيه، وفي 3 دي برينترز بتطبع منتجات معدنيه. ممكن تطبع اللي انت عايزه، ممكن تفصل الازياء والهدوم اللي انت حاببها او اللي انت حباها. يعني بقى خاطب بقى هنا اخواتنا البنات، لقيت الموديل، هتظبط الموديل ده على مقاسك، تشوفيه في مرايه سمارت مير، لقيت ان هو مناسب عليكي، هتطلبي الاوردر، يبدا يطبع عندك وتحصلي عليه. فهيحصل ديسنتراليزيشن، وده بالتالي هيغير شكل المدن. هتلاقي المولات التجاريه اللي احنا نعرفها النهارده مش هتبقى موجوده بالمعنى المعروف، هتتغير لان الشبكات هتزيد، هيبقى عندك فيه ممكن زي مواسير بقى، زي حاجه زي سبلاي هيجي لك من الخامات اللي انت هتعملها طباعه. لا ازيدكم من الشعر بيتا، التجارب الفتره الاخيره كانت بتتكلم على ما يعرف باسم الميت جرون لاب. لو حضراتكم يعني متابعين الحركه العلميه اللي بتحصل في العالم، اللحم اللي هو اللحم الصناعي، بس هي لحوم بس مش صناعيه على فكره، بيقولوها لحوم نمت في المعمل، بينتجوها في المعامل، الناس بتعزف عليها نفسيا، بس ممكن في يوم من الايام يبقى هو ده السائد. يعني بدل ما تذبح، لا انت اللحمه ممكن تعملها 3 دي برينتنج. 3 دول لحد دلوقتي اعتقد خدت الموافقه على هذا التصنيف، سنغافوره كانت واحده منهم على حسب ما انا متذكر. والتكنولوجيا دي في الاساس كانت برضو عشان جماعه بتاع رواد الفضاء او الاوف وورلدز، اللي هي العوالم اللي هتكون خارج نطاق الارض، هل ممكن يحصلوا على البروتين او ممكن يحصلوا على البروتين، بروتين مشابه لنفس اللحوم اللي موجوده عندنا. فالموضوع برضو يعني في ناس هتخاف منه الحقيقه، وهو فعلا في بعض الناس بتعتبر ان هو شيء مخيف، لكن برضو في نفس الوقت ممكن يكون بيدينا في يوم من الايام فرصه للنمو، فرصه لان الناس تتطور. زي ما بالظبط من 200 سنه لو حكيت لواحد على حوادث السيارات وحوادث الطائرات وحوادث السفن الحديثه، خلينا السفن قديمه من ايام سيدنا نوح وفي سفن، بس الطائرات مثلا، السكك الحديد، العربيات، لو جيت حكيت له على حوادث السيارات هيتعب هيخاف. لو جيت حكيت على لواحد مثلا من 200 سنه على الحوادث، ربنا يعافينا يا رب، بتاعت المفاعلات النوويه، مش هقول القنابل، هقول المفاعلات اللي هي بتحصل حوادث كوارث، هيبقى شيء مخيف. لكن في نفس الوقت هل يمكن الاستغناء النهارده عن هذه التكنولوجيات؟ ما مستحيل. طيب ايه اللي انا بعمله في كريفليكشن او كانعكاس للمفاهيم اللي احنا دردشنا فيها دي؟ المانيفستو بتاعي او طريقه عملي هي مكونه من 3 مراحل. انا مهندس معماري متخرج من 20 سنه في الميدل ايست، هنا من الشرق الاوسط، فطبيعي ان انا عندي التاثر بتراث عالي جدا جدا، مش حضاره واحده، مجموعه حضارات، ومجموعة الحضارات ومجموعة الثقافات أو مجموعة الهيريتج، الموروث الثقافي العالي ده الذي يتراكم، حضارة بتسلم حضارة، ده شيء لا يمكن، ما أقدرش أتجاهله، ما مش هينفع. فاللي أنا بعمله إن أنا أكيد بلاقي الجذور أو ببحث عن الجذور الموضوع، دايما عندي مبدأ from roots to fruits، من الجذور إلى حكاية، يعني من الأصل ممكن تقدر تصل إلى شيء قوي. لكن كمان محدش يقدر يتجاهل، يعني زي ما احنا كده احترمنا الماضي، ما تقدرش تتجاهل الحاضر. انت عندك النهارده الكاتنج ايدج تكنولوجيز، وعيش بقى زي ما انت عايز، تكنولوجيات بارامتريك ديزاين، بي اي ام، اوتوكاد، كمبيوتر، ديجيتال مانيفاكتشرنج، ديجيتال فابريكيشن، روبوتكس، كل اللي ممكن تتخيله، انفايرمنتال سيميوليشنز كمان، وكل ده مرحب بيه، وبحاول ان انا كل يوم ادرس شيء جديد. واعتقد الحمد لله ان في حركه في الشرق الاوسط وفي العالم الحقيقه كله لتعلم الكمبيوتر وتعلم تطبيقاته وتعلم كل ما هو جديد في الوسط بتاعنا على الأقل. فزي ما فكرنا في الماضي واحترمنا الحاضر، كمان لازم نفكر في المستقبل. وأنا دايما ليا وجهة نظر بقولها دايما، كتخطيط استراتيجي أو الاستراتيجيك بلاننج، احنا مسؤولتنا النهارده هنسلم ايه للأجيال اللي هتيجي
بعد 500 سنه، مش هقول الجيل اللي هيجي بعد 20 سنه، لا، اللي هيجي بعد 500 سنه، اللي هيجي بعد 1000 سنه، هيقول اجدادنا تركوا لنا ايه؟ زي ما احنا النهارده بنفتخر باجدادنا، طب ما فكرناش في احفادنا، هيقولوا علينا ايه؟ ده المستقبل. يبقى هي حلقه الماضي الحاضر المستقبل، هي دي الخط الزمني اللي انا بحاول يعني، وربنا يا رب يكرم ويوفق ونقدر نعمل فيها حاجه. هعرض لحضراتكم مجموعه من التجارب، الحمد لله كانت اغلبها كلها يا اما فازت بجوائز او على الاقل وصلت الى المراحل النهائيه، وكانت اغلبها برضه جوائز عالميه او دوليه. نبدا كده بالبلاس هاوس او البيت الزائد. ايه فكره البيت الزائد او البلاس هاوس؟ الحقيقه هو البلاس هاوس او البيت الزائد ده بيت موجود في وسط اوروبا، في بولونيا على ما اتذكر يعني، المشروع كان من فتره، وده بيت زي ما احنا قلنا بينتج الغذاء بتاعه، بينتج المياه النظيفه بتاعته، وبينتج الكهرباء بتاعته. يعني هو مش بس زيرو انرجي، لا، احنا عدينا مرحله الزيرو انرجي وبدينا ننتج جزء كبير من الغذاء وجزء كبير من المياه. طيب فكره السستينابيلتي هنا جه ازاي؟ طبعا اول حاجه بتتم هي دراسه الوسط المحيط، دراسه الخامه، التربه دي هل تصلح للرامد ايرث او بيسموه اللي هو التربه المدكوكه او المرومه. الرامد ايرث كان هو التكنيك الاساسي المستخدم، والرامد ايرث الحقيقه فيه كواليتيز عاليه جدا، في بعض القيم الرائعه، بيخزن الحراره بالليل والنهار وبعدين بيعمل لها ريليس بالليل، يعني في حاجات ممتازه. وهو طبعا النظام الانشائي كان حوائط حامله، وتغطيه السقف كله او تغطيه الحوائط السميكه اللي حضراتكم شايفينها هي 55 سم تقريبا، 550 مللي بالظبط، كلها مغطاه ب رين ووتر كولكشن او تجميع، يعني زي مجاري تجميع مياه الامطار اللي بالمناسبه غزيره جدا في هذه المنطقه. الوسط ده كمان كان في سب اربن اريا، في اشبه ما يكون بغابه، فكان بالتالي نسبه الضباب نهارا بتبقى عاليه جدا جدا، وفي رياح موسميه بتبقى موجوده. انا بس بحب احط حضراتكم في السياق بتاع الكونتكست عشان نشوف الريسبونس لهذا الكونتكست، ازاي نقدر نستغله او ازاي كان التفكير في استغلال الامثل لهذا المكان. كان عندنا تحدي اخر في هذا البيت، وهو ان التكلفه ما كانتش عاليه او الناس ما كانتش معاها فلوس انها تبني بيت. ده طبعا كان بيت لمركز بحثي مش لكلاينت عادي، كان الكلاينت بتاعي هنا مركز ابحاث، وكانت دي تجربه عايزين يعملوها عشان يشوفوا هل ممكن ان احنا نقدر نعمل الموضوع دايت او يعني يتعمل بيت ذات اكتفاء ذاتي. فقلت لهم والله ليه اكتفاء ذاتي لما ممكن يبقى كمان بلس هاوس، يعني يعدي احتياجاته، يبقى فكر جديد. فكانت النتيجة ان احنا بدينا نعمل فكرة الهيدروبونكس. الهيدروبونكس اللي هي زراعة بعض النباتات اللي هي التغذية، وهنا الحقيقة برضو بحكم عملي شوية في عمارة الفضاء والسبيس اركيتكتشر، فانا رجعت للمانيولز بتاعت هيئة ناسا لابحاث الفضاء، هم حاطين المعدلات اللي المفروض الانسان بيستهلكها من الخضار ومن الفاكهة، ايه هي افضل الخضروات اللي هي قيمة غذائية عالية، والفاكهة اللي برضو لها قيمة غذائية عالية وبتنتج برضه جزء من، بتعمل توازن ما بين السكر وما بين الفيتامينز والبروتينز والمواضيع دي كلها. قابلتنا تحدي تاني اللي هي الفلورا اند فاونا او الحياه البريه اللي كانت موجوده في هذه الغابه. فاكتشفنا نوع من انواع القوارض، حاجه كده زي الفيران، انا ناسي اسمها العلمي، ممكن تبدا تقرقض وتاكل في الخص والحاجات اللي احنا بنزرعها. فكانت النتيجه هنا ان احنا لازم نبدا نتغلب عليها، فاضطريت في الاخر ان انا اعمل زي سور حوالين البيت كله بالكامل. وده كان حاجة بالنسبة لي مش غريبة، لأن أنا طبعا ميدل إيسترن، فقلت لهم يا جماعة في عندنا ما يعرف باسم الكورت يارد هاوسنج. لكن فكرة الكورت يارد هاوسنج بالنسبة لهم كانت يعني غريبة شوية، فقلت لهم والله بدل ما نسميها كورت يارد تعالوا نسميها 4 ديجريز أوف برايفسي. أول مكان اللي هو هيكون مفتوح تماما، بعد كده المكان اللي هو سيمي برايفت اللي تقدر تدخل بيه بمدخل مستقل للمطبخ بتاعك، وبمجرد ما هتقفل الباب خلاص بقى مكان سيمي برايفت. بعد كده المكان رقم ثلاثة اللي هو اكثر برايفسي، اللي هو هيبقى فاتح على اوضه النوم. على فكره الحوائط الداخليه كلها زجاجيه، فمفيش حد هيستمتع بالاوبن اير او بالاوت دور غير بس اوضه النوم، واكثر جزء برايفت بالكامل محدش هياكسس عليه او ما يقدرش ان هو يدخل فيه هو الحمام، اللي برضه حوائط بتاعته كانت زجاجيه بالكامل، لكن مش مشكله زجاجيه لان الحوائط كلها عاليه والحوائط كلها فيه برايفسي كامله فيها. فعجبوا فكره ال 4 ديجريز اوف برايفسي، قال لك والله الفكره ظريفه، لكن هو الوجه الاخر هي من الاخر 4 كورت ياردز، هم 4 كورت ياردز،
وسميناه بلس هاوس، وكان فعلا حتى تصميم البيت واخد نفس علامة البلس، لكن هو المفهوم الأعمق مش المظهر أو مش الشكل، مش الفورمال أو المورفولوجي بتاعت البيت، لكن هو المفهوم إن هو بلس أوف ريسورسز، إن هو بيطلع لك ريسورسز في كل شيء. الكورت يارد رقم واحد كمان كونتينر للسوشيال اكتيفيتيز، الناس دي ممكن تقدر تتجمع حوالين الحطب في ليله بس عايزين يدفوا، يبقى عندهم جيرانهم يجوا يقعدوا معاهم، لان البيت ده بيت صغير، هو يعتبر يصنف على انه مايكرو ابارتمنت او مايكرو هاوس، مش بيت كبير، وبيت فانكشنال، بيت بيؤدي وظيفته. لكن اي اكتيفيتيز ممكن تعملها في الاوت دور، الدنيا مش كلها شتاء، ما برضه في موسم الصيف، في موسم الربيع، مواسم جميله ممكن الناس دي تقدر تستمتع بالطبيعه في الوقت اللي هم هيقضوه في البيت. لو طلع بره هو برضه جوه بيته، بس هو جوه جزء من بيته او الدور، ففي قدر من البرايفسي، وفي نفس الوقت يقدر يعني يستدعي ضيوفه او يستقبل ضيوفه ويقضوا معاه جزء من الوقت. نيجي للشتاء، الجزء الدرجه من الاحمر اللي هو الناتشورال هيتنج، بسبب ان هناك غابه، ومن العادات وتقاليد السوسايتي اللي هناك اللي هو الحطب او تجميع الحطب. فقلت لهم والله احنا ممكن نعمل التدفئه زي ما انتم الناس كانت متعوده، ناخد الحطب ده وفي جوه الرمد ايرث فتحت كده جزء زي مدخنه ودفايه، وكانت الدفايه دي سنترال في النص، الدفايه اللي موجوده في النص اللي حضراتكم شايفينها دي اللي هتبدا تسخن الاربع حوائط وتبدا تعمل هيتنج او اشعاع للاربع فراغات. فكانت المدخنه او الدفايه في مكان السنترال، بحيث انها لما بتبدا تشتغل تقدر تعمل تدفئه للاربع فراغات لانها في مكان متوسط من البيت. ودي كانت فكرة البلاس هاوس. طبعا بعد كده في دراسات لسه يعني، هو الحقيقة الحمد لله كانت كل تجربة معمارية زي دي بتتحول بعد كده إلى ساينتفك بيبر، وتبدأ أعمل ببلشنج ليها. المبدأ الثالث في المانيفستو اللي أنا ذكرته، تسليم الأجيال المستقبلية اللي احنا بنعمله النهاردة، إن ربنا وفق ويتيسر وربنا البيت خير وبركة، لكن إن حصلت أي معوقات، وبتحصل أحيانا معوقات، فعلى الأقل هيلاقوا الورقة العلمية دي اللي ممكن حد تاني يجي ياخد منها ويكمل. نيجي بقى للسياق المحلي بتاعنا، بيت السحيمي، ويمكن الناس اللي كانت متابعه شويه بعض اعمالي عندهم فكره عن بيت السحيمي، واعذروني لان في بعض السلايدز ما زال فيها بعض المزيكا، فانا لو في سلايدز فيها مزيكا هضطر اوقف الصوت عشان اقدر بس ان انا يعني اكمل. هحاول اختصر برضه بيت السحيمي، هحاول هقف بس على النقاط الهامه من موضوع اللي تمس محاضره النهارده، واللي حابب فيكم يعرف اكتر عن بيت السحيمي يتفضل يقدر يبعت لي في اي وقت على الايميل اقدر اوضح له، او حتى يقدر يرجع للمحاضرات بتاعتي على بي اي ام اريبي او على اي مكان تاني. وبرضه اهلا وسهلا، ارحب بكم في كل وقت. بيت السحيمي الحمد لله ولله الفضل والمنه، كان اول جايزه خدها كان جايزه حسن فتحي للعماره في 2011، كانت سنه الثوره. بعد كده ربنا وفق واخد الجايزه الاولى للابداع العلمي في صالون البحر المتوسط ماديبات، كان في تونس في نفس السنه. بعد كده الحمد لله اتنشر على ارش ديلي، لقيت واحد بيتكلمني من الام اي تي، ام اي تي ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي، قال لي والله انا بعمل فاند ريزنج عشان عايز انفذ البيت ده، لان ظروف الثوره ده كان فعلا كلاينت حقيقي، شركه اسمها صرح الاستثمار العقاري، لكن توقفت بسبب الثوره، فتوقف المشروع تم تاجيله. فالراجل قال لي انا عايز اصمم البيت ده، المشروع الاصلي كان كومباوند 12 وحده. فقلت له والله انا ما عنديش مانع، يعني انا خدت الموضوع باستخفاف الحقيقه، قلت له اوكي يعني اعمل اللي انت عايزه. لقيت الموضوع في الاخر وصل لارش ديلي، ولما وصل لارش ديلي لقيت ان هو اخد الحمد لله اكسبوجر عالي جدا، وبعد كده ترجم المشروع ده لخمس لغات مختلفه، انجليزي وفرنساوي والعربي واسباني وايطالي اعتقد كمان، ولقيت الموضوع بدا ياخد الحمد لله حيز من الاهتمام عالي، لحد ما في الاخر لقيت الهيئه المنظمه للميد كوب او مؤتمر المناخ العالمي ميد كوب اللي كان اتعمل في باريس 21، ده رقم 21، لقيتهم اتصلوا بيا قالوا لي احنا محتاجين نعرض المشروع ده وبندعوك ان انت تيجي تعمل برزنتيشن عنه. الكلام ده كان في 2015، يعني هي الجائزه اتقدمت فيها في 2011، والمشروع اصلا كان في 2010، وبعد كده وصل للميد كوب في 2015 وقالوا لي احنا محتاجينه. قلت لهم خدوا كل المشروع ما عنديش مشكله، بس اتعذر سفري في هذا الوقت. جت الدوره اللي بعديها الميد كوب 22، كانت اعتقد في الرباط في المغرب، وكلموني تاني فيه قالوا لي برضه احنا عايزينه تاني، لحد ما لقيت كان احد الزملاء زميله يعني عزيزه كانت بتشتغل في الستيرنج كوميتي لجائزه الاغاخان، لقيتها بتتصل بيا من بره من السويد اعتقد، قالت لي المشروع اتنفذ ولا لسه؟ قلت لها لحد دلوقتي لا لسه والله ما اتنفذش. قالت لي عارف لو اتنفذ احنا كنا عايزين نرشحه لجائزه الاغا خان.
فقلت لها والله ان شاء الله ربنا سهل. فانا يعني كل ده الحمد لله علامات على الطريق الصحيح، وانا ما زلت يعني انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل يا جماعه، هو حد بيعمل لي ميوت وان ميوت ولا ايه اللي بيحصل؟ طب حضراتكم سامعيني؟ دكتور سامع حضرتك. طيب عشان لقيت في رساله ان ميوت جت في النص فما بقتش عارف. طب انتوا كنتوا سامعين لحد فين ولا لا لا كله سامعين، ما الصوت فيش كله؟ حاجة واقفة. طيب طيب تمام. على خير. طيب المهم، هي الفاليوز اللي موجوده في هذا البيت، هو فكره البيت ده ايه؟ فكرة البيت ده ببساطة إن هو سيناريو، لو كان الشيخ السحيمي اللي هو كان شهبندر التجار أو زي يعني وزير التجارة الحالي ده كان موجود في القرن ال15 لما أتذكر، فده عمل بيت فعلا اسمه بيت السحيمي، كان في القاهرة موجود في الدرب الأحمر، وده حضراتكم أكيد يمكن سامعين عنه. فأنا قلت والله لو الشيخ السحيمي ده كان عايش وسطنا النهاردة وحب إن هو يعمل نفس البيت ده في العصر الحالي اللي إحنا فيه بتكنولوجيا اليوم، تكنولوجيا اليوم طبعا للاسف دي كانت من 10 سنين، عشان كده اسمه بيت سحيمي 2011، النهارده 2022 11 سنه كمان. هيتم تصميم البيت ده النهارده بالمفاهيم والايديولوجيات النهارده المعماريه ازاي؟ ده كان التساؤل، دي كان علامه الاستفهام الاولى. طبعا ما كانش سهل ان انا اقنع المستثمر بهذا المبدا، بس انا اقنعت المستثمر. المستثمر اهم حاجه بالنسبه له او شركه الاستثمار العقاري هي الربح، عايزه تكسب، وده حقه طبعا ما عندناش حاجه. لكن انا كمعماري او كاستشاري برضه هدفي هو ايه؟ تقديم فاليو او تقديم كواليتي، لازم اقدم للناس شيء كونتريبيوشن، خاصه ان انا شايف ان التاريخ هيحاسبني على كل حاجه. فكمل الكلام مع المستثمر، قلت له لا طب انا هصمم لك بيت مش هتحتاج فيه شبكه الكهرباء، ممكن يبدا يشتغل، ممكن تبيع، وممكن الناس تبدا تسكن فيه قبل ما توصل شبكه الكهرباء. قال لي يعني انا ممكن اقدم على الشبكه الكهرباء هتيجي بعد سنين؟ قلت له مش مهم، تيجي وقت ما تيجي، البيت هيتم عمله وهيتم عمله بكفاءه. جت شبكه الكهرباء خير وبركه، ما جاتش البيت شغال. قال لي هتعملها ازاي دي؟ قلت له هنعمل زيرو انرجي هاوس. ومن هنا بدا الكلام، قلت له دي هتكلفك شويه، هنجيب السيستم مكون من 3 حاجات، عندنا فيه 39 سولار بانل على حسبتنا وقتها من 11 سنه، النهارده طبعا العدد ده قل لان كفاءه السولار بانل زادت. وهنجيب البطاريات ودي اغلى حاجه ودي المشكله بتاعتنا، وهنجيب الانفرتر او المحول. فلو قدرنا ان احنا نجيب ال3 حاجات دي ونحطها هنقدر نشغل ونقدر تبيع حضرتك ومفيش اي مشكله. قال لي بالنسبه لحمل التكييفات، قلت له مصممه على الباسيف ديزاين، يعني هفرج حضراتكم التجربه ازاي. وهو بالنسبه للاسم الترويجي التجاري ما كانش اسمه بيت السحيمي طبعا، بس اسمه انا غيرت الاسم التجاري، شركه الاستثمار سموها مشروع تراسات برج العرب او التراسز عشان كان فيها بلكونات كتير، هو كان بيعتقد ان دي بلكونات يعني، وده كان الاسم التسويقي التجاري. لما تقدمت لمسابقة حسن فتحي أنا الحقيقة كان حطيت الفكر الأساسي بتاعه. طيب إيه اللي حصل فيه؟ كان كتاب قيم جدا الحقيقة، الكتاب ده أنا بعتبره المرجع الأساسي اللي أنا دايما بشتغل بيه، كتاب بتاع دكتور خالد عزب فقه العنوان. وبعد كده حبيت إن أنا أستفيد أكتر، ففي مجموعة من الأبحاث والقراءات التانية غير كتاب فقه العنوان، بس ده طبعا كان كتاب رئيسي، توصلت إلى 11 بند كان بيستخدمه بيعرف باسم فقه العنوان في هذا الوقت. رقم 1 سلامة الماء والهواء، اللي احنا النهارده كمعماريين بنقولها في نظريات العمارة الفنتيليشن والبيور ووتر. رقم 2 الجار أولى بالشفعة، دي كلها مبادئ فقهية على فكرة، دي المصطلحات الفقهية بتاعتها حتى. يعني ايه الجار أولى بالشفعة؟ يعني انت حضرتك لو حبيت تبيع بيتك لازم الأول تبيع بيتك على جارك، قبل بالثمن اللي انت عايزه بتبيعه له، ما قبلش أو مش عايز يشتري فبتشوف شخص تحسبه على خير وعلى خلق عشان ما تؤذيش جارك، في شخص يكون سيء الخلق او عنده جريمه او لا سمح الله يعني شخص سيء. لكن البند رقم 2 الجار اولى بالشفعه دي اترجم ازاي كاركتكتشر كمعمار؟ لما جيت ترجمته حطيت البلان المسقط الافقي بتاع الفيلتين اللي جنب بعض، وقلت لو الجار ده حب في يوم من الايام يشتري او يبيع لجاره لازم جاره يكون عنده القدره انه لو فتح البيتين على بعض او الفيلتين على بعض يعملوا كانهم بلان واحد، ما يبقاش في عنده مشكله. وده كان شيء برضه شركه الاستثمار حبتها، وقال لك يعني انا ممكن اعمل دلوقتي نموذجين، اللي عايز يشتري فيلتين ويبقى عنده بلان كبير او بيت كبير 800 متر يقدر، واللي عايز يشتري واحده واحده منهم ويعمل برضه يقدر. رقم 3 وسع المسكن، طب دي هنعملها ازاي؟ ما انت عندك ارض محدده، هنشوف بعد شويه بعد دقائق هنشوفها ان شاء الله في تركات كده او شويه يعني
هاكس كده عملناها في البلان بحيث تدي لك الانطباع ان البيت واسع، ويعني هشرحها بعد دقيقتين بالظبط، هفكركم بيها. البومبة رقم 3. رقم 4 عمران الارض، واللي دي ترجمت في الاركتكشر بالصيغه بتاعت النهارده the maximum efficiency of functions، يعني لازم الفانكشنال ريليشن شيب او العلاقات الوظيفيه تكون باقصى كفاءه. ودي تتعمل ازاي؟ ان حضرتك تقلل من الفراغات الغير مهمه زي مثلا السيركيوليشن. احنا عندنا دايما في الاناتومي اوف ذا بلان او تشريح البلان، معلش عفوا ان انا بستخدم المصطلحات الطبيه، بس هو فعلا ده اللي انا بقوله حتى مع التلامذه بتوعنا الطلبه بتوعنا. انت عندك اربع كاتيجوريز او اربع مستويات من الفراغات: فراغات رئيسيه اللي بنسميها الفراغات المخدومه، وبعد كده الفراغات الثانويه واللي ممكن بعد كده ينبثق منها الخدمات زي الحمامات، التويلتس مثلا، الكيتشنز، وبعد كده الفراغات الانتقاليه. والفراغات الانتقاليه دول اربعه: اثنين هوريزونتال واثنين فيرتيكال. الفيرتيكال سلالم اسانسيرات، الاثنين الهوريزونتال الكوريدورز واللوبيز. فكل ما هتقلل الفراغات الانتقاليه وتخلي التركيز على الفراغات المخدومه ثم الثانويه يكون احسن. لو عددت العلاقه او قويت العلاقه بين الخدمات والفراغات الرئيسيه بحيث تحصل على اعلى كفايه، بند كده في وجهه نظري حققت عنوان الارض. يجي بعد كده جلب المنفعه ودفع المفسده، وده معناه ان لو عندك فيه اي خارج نطاق الارض بتاعتك، في ريحه وحشه مثلا، كان في جنب الارض بتاعتنا فعلا مصنع فراخ، ففي ريحه سيئه جدا، وللاسف مصنع الفراخ كان في الجهه الشماليه، يعني الريحه الشماليه هتاخد الريحه بتاعت الفراخ دي وتيجي تدخل عندنا فيها، وانا معتمد على الرياح بصوره اساسيه في الباسيف كولينج او في التبريد اللي هو السلبي او التبريد الطبيعي. فاضطرينا ان احنا نحط مجموعه من الشجر الفيكس، فيكس ريتيوزا، فيكس نيتيدا، عشان يعمل فلتره للهواء ويحجز الريحه دي ويدخلك على الاقل هواء نضيف حتى من غير اتربه. الناحيه الجنوبيه كان في عندنا البحيره، والبحيره طبعا للاسف كان في كم من الناموس كان برضه عالي جدا جدا. فاضطرينا في الارض ان احنا نعمل سياج من اشجار النيم الطارده للناموس. طبعا محاوله منا لاستخدام العناصر الطبيعيه يعني لمحاربه البتاع ده الحاجات، وعشان المنطقه الصحراويه فممكن يكون في بعض العقارب او الثعابين الحيات، فاضطرينا نحط الشيح. يعني كان اللاندسكيب هنا الحقيقه وصيانة اللاندسكيب جزء مهم جدا. وبعد كده رفعنا الفيلات على ارتفاع متر ونص من الارض، عشان برضه لو في اي شتاء قوي، مطر قوي، او في اي حشرات او قوارض، فبنحاول ان احنا ندفع المفسده قدر الامكان. صله الرحم دي كانت جزء مهم جدا. جزء مهم ده فين؟ ان البيت يتحمل وجود ثلاث اجيال مختلفه. فالبيت تم تصميمه ان ممكن الجد والاب والاولاد الثلاثه يعيشوا مع بعض في يوم من الايام، فيتحول الى ما يعرف باسم بيت العيله. ما يبقاش مجرد ان الناس تزور بعض، لا، ده الناس ممكن تعيش مع بعض من غير ما يتاثر البيت ولا تقل كفاءته، وده كان اهم شيء في تصميم البيت. وجزء كبير من هذه الفاليوز طبعا انت بتبقى قاعد ما بتصممش لوحدك، انت بتبقى مصمم، انت الديزاينر، لكن اهم شخص الحقيقه اتعلمت ان انا لازم اتكلم معاه هم الناس بتوع التسويق. هم في اي شركه استثمار عقاري الناس اللي هتبيع. الراجل صاحب الشركه بتاعت الاستثمار العقاري اللي يهم في الاول وفي الاخر هو مكسبه. وانت كمعماري اولوياتك انك تقدم فاليو، لازم تقدم شيء قيم. طب عشان تقدم شيء قيم فلازم تقعد مع الناس بتوع التسويق تفهمهم قيمك، وهم برضه تسمع منهم، لان هم برضه عندهم حاجات يقول لك الناس بتحب ده ما بتحبش كذا، ده بيبيع ده ما بيبيعش، فانت تقدر بقى. ده بقى تشالنج، ده التحدي. القصد في الحركه، هل هتقلل المسارات الحركه عشان تؤدي الوظيفه؟ تريح الناس يعني بدل ما يمشي نص البيت عشان يروح يدي حته صغيره ويجي. دي برضه اللي احنا النهارده بنترجمه في الاركتكتشر السيركيليشن. سرعه الانسان معروفه من 1.3 من 10 الى 1.4 من 4 من 1.4 يعني متر في الثانيه. دي الحركه السرعه الطبيعيه. بنحتاج ان احنا نقلل جدا مسارات الحركه في المستشفيات مثلا، خاصه غرف العمليات، ربنا يعافينا ويعافيكم، بتاعت الحوادث. لازم الراجل يجي بالاسعاف المريض اللي هو عامل حادثه لا سمح الله يدخل غرفه العمليات في 3 دقائق. فمبدأ القصد في الحركة ده موجود. البساطة والتلقائية، بعيدا بقى اللي احنا النهاردة ترجمتها باسم المينيماليزم. ما تقعدش تشغل الراجل بحاجات كتير ممكن تكلفه وزخارف كتير، لا، ممكن المينيماليزم ادي الجمال، وقد يكون الجمال ده برضه في الشيء البسيط الجميل. طبعا لا ضرر ولا ضرار مع التصور من الكشف، الاتنين دول كده هنجمعهم مع بعض في اسم البرايفسي او الخصوصية. فما ينفعش لو انت طالع الروف تكشف او يعني تجرح خصوصيه جارك، ولا جارك يكشف خصوصيتك. لو في حمام سباحه في النص ما ينفعش حد منكم يكشف التاني. ودي كان استخدمت فيها كتير من الليفرز العاكسه، بحيث اللي هي زي شيش شمسيه يعني، عشان
برضو حفاظ على خصوصية بتاعت الجيران. وآخر شيء طبعا هو حق الجوار. حق الجوار يعني لو الراجل ده عايز يصف عربيته أو يركن عربيته، عايز يعمل باركنج لعربيته، ما ياخدش جزء من جاره، فكل واحد عنده الخدمات الكاملة بتاعته. وفي في النص كمان اللي هو الشارع الرئيسي اللي ماسك منهم، اللي احنا سميناه، ما سميناهوش الشارع الرئيسي بالمناسبة، سميناه الحارة. احنا رجعنا بالزمن كده، بقلة الزمن، ل 500 سنة فاتت. اعذروني معلش بقى على الصوت. ده كان بيت الصحيمي، وانا كده لخصت لحضراتكم تقريبا الكلام اللي مكتوب كله بالانجليزي او باللغة الانجليزية ده. فانا عشان توفير الوقت هدخل على طول في السلايدز المصورية وهفكركم بس باللي احنا قلناه. عشان اقدر اعمل الموضوع ده الحقيقه، انا بنيت بيت السحيمي الاصلي اللي موجود في درب شارع الدرب الاحمر اعتقد، او الدرب الاصفر، مش فاكر بالظبط الحقيقه، انا من اسكندريه بس انا زرته كتير، وكل سنه كنت بزوره مع الشباب اللي بدرس لهم تاريخ العماره الاسلاميه. فحبيت جبت المساقط الافقيه كلها وبنيته كله 3D وباستخدام تكنولوجيا الفي ار فيرتشوال رياليتي. دخلت وعشت فيه لمده اسبوع تقريبا، بتجول جوه فراغاته. واحد الزيارات استعنا بمرشد سياحي، قلت له والله المرشد السياحي ممكن يكون عنده قدر من المعلومات مش موجوده في الكتب، نسمع منه. والمرشد السياحي بدا يحكي لنا على احداث غريبه الشكل، عمرنا ما تخيلناها، لكنها مهمه جدا لفهم عقليه الناس اللي كانت عايشه في الوقت ده. فالست اللي كانت معانا، ربنا يديها الصحه يا رب ويبارك لها، دخلتنا جوه اوضه. دخلنا اوضه جميله واسعه، جوه الاوضه دي لقينا باب، دخلنا جوه الباب، وهي بتدعونا يعني. يبقى احنا دخلنا جوه اوضه الاول، الاوضه دي كانت اشبه ما يكون بصالون، بعدين اوضه تانية جواها، بعدين اوضه ثالثه جواها. قالت لنا دي اوضه الولاده. يعني ايه يا ستي اوضه الولاده؟ يعني لما تيجي الست تبقى حامل وهتولد لازم تقعد جوه. قلت لها تدخل جوه اوضه، جوه اوضه، جوه عشان تولد ليه؟ قالت لي عشان لما المولود يطلع صوته يطلع الجيران ما يعرفوش فيتحسد. دي عقليه الناس في الوقت ده، ويفضلوا يلبسوه فستان لحد 8 سنين حتى لو ولد عشان ما يتحسدش. يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل خارج سياقنا، لكن دي كانت عقليه الناس. لكن طبيعة النهارده، هل الناس بتفكر بنفس العقليه؟ فما في شيء ثوابت اللي هي ال 11 شيء ثابت اللي احنا قلنا عليهم، وبالعكس في اشياء تطورت. يعني النهارده عندنا ازاز، ما كانش في ازاز زمان. النهارده عندنا كهرباء، النهارده عندنا انترنت، عندنا حاجه كمان اسمها انترنت اوف بيلدينجز بالمناسبه، وعندنا انترنت اوف ثينجز، وعندنا سمارت هاوسز، وعندنا زيرو انرجي. دي كلها مفاهيم تكنولوجيا جديده، لكن هل ممكن تخدم الناس زي ما البيت ده كان بيعمل بكفاءه؟ ده كان التساؤل الخاص ببيت السحيمي. تم تصميم البيت زي ما قلت لحضراتكم 39 سولار بانل عشان يعمل اكتفاء ذاتي من الطاقه بالكامل. الحوائط كلها دبل وول ودبل سيلينج عشان تحجز الحراره وتحجز الطاقه، والاشعاع الشمسي كله اللي هينزل على الحوائط الخارجيه، لكن الاوض كلها محفوظه، وبالتالي يقلل الاحتياج او الحمل الخاص بالتكييفات. هتلاحظوا حضراتكم ان في لوفرز كتير او في شادز كتير عشان تقلل برضه الاشعاع الشمسي، لكن من جوه الواجهات، عفوا، الزجاجيه كلها تقدر تستمتع بالفيو. البيت في اصله الفوت برنت بتاعه 400 متر. جوه 400 متر ديت هتلاحظوا برضه ان انا يمكن في الشكل بتاع الماكيت ده اللي هو على الارض، لكن في الحقيقه هو كان في الاكزكيوشن ديزاين ديفلوبمنت كان مرتفع متر ونص عن مستوى الارض. في مزرعه كامله موجوده فوق في الطابق العلوي اخر دور. الفراغات المفتوحه دي كلها حطينا بعد كده كمان حاجه اسمها تايم بروجكشن، يعني هو الاسقاط الزمني. قلت له والله النهارده ده اللي انت هتبيعه، لكن هنسلم للمالك او للناس اللي هتشتري خطه زمنيه. قلت له والله لو حب ان هو مثلا يجوز ولاده ويقعدوا معاه في البيت، ممكن نقفل الاوضه دي والاوضه دي اللي فوق، فبعد كده عنده اوضتين زياده من غير ما يشوه الشكل البصري للبيت، ولا يقلل من القيم اللي احنا حطيناها له من التبريد والكلام ده والباسيف كولينج والخصوصيه وكل الكلام اللي احنا قلناه. الجزء بتاع الباركينج ده بدل ما ممكن في يوم من الايام ممكن يغلقه ويقفله، ويقدر ان هو يعمل باركينج قدام بيته، الجزء المتاح من قدام بيته، لان الحاره اللي احنا قلنا عليها برضه كان في جزء مخصص سيمي برايفتلي، بس في الطبيعي ان الباركينج بيبقى جوه، وممكن يعمل سور معدني صغير بحيث يحفظ عربيته، يبقى مطمن ان عربيته جوه. فحطينا يعني تصور انه ممكن بعض الاوض تتقفل فيزيد من الفراغات الداخليه للبيت، وبالتالي تقدر الناس تستمتع. اوض النوم كلها حضراتكم هتلاقوها موجوده ورا مش باينه من الواجهه الاساسيه، لكن اوض النوم كلها لو اتفتحت تقدر تستمتع بفيو جميل. لكن اللي ماشي في الشارع كله صاحب العربيه اللي على رجليه مش هيقدر يكشف خصوصيه اوض النوم اللي هي موجوده في الخلف.
دي الواجهه الجنوبيه بالمناسبه، وعشان دي الواجهه الجنوبيه فحضراتكم هتلاقي ان اغلبها فايد، انا ما حطيتش فيها تقريبا في البرنامج المعماري غير فراغات بسيطه وعليها عواكس عشان تعكس الضوء للخارج، لكن كان فيها اشجار لان دي اللي هتحتاج مننا الشمس اكتر. لكن في الواجهه الشماليه خليت التركيز اكتر لغرف النوم وخليت التركيز اكتر للفراغات المعيشيه. ده الفراغ، على فكره انا سميت اسماء الفراغات باسمائها القديمه، السلام لك، الحرام لك، مش عارف ايه، السلام لك اللي هو كان الليفنج روم، الحرام سوري العكس، الحرام لك كان الفاميلي ليفنج، السلام لك كان اللي هو الجست ليفنج روم او الليفنج روم اللي هي الخارجيه. وكان عندنا مجاز برضه اللي هو البروكن انترنس، وكان عندنا كل حاجه تقريبا زي البيت بتاع السحيمي. ده يمكن سكشن 3D بيبان كمان كان فيه ووتر بود، كان فيه هنا مسطح مائي، وهنا الحقيقه عمق المسطح المائي ده كان فيه اختلاف، في ناس قالت لك لا محتاجين نعمل سويمنج بول، ناس ثانيه قالت لك لا مجرد المايه كفايه، في ناس قالت لك لا ما تعملش مايه خليها كده نحطها نعمل فيها شجر. انا كنت مقتنع جدا بفكره الووتر بوند، سواء هتعملها بقى سويمنج بول او هتخليها بس ووتر بوند، عشان الشمس طبعا الجزء ده كله اوبن اير، يبدا يدي لك بعض معدل بخار الماء، هيبقى في حتى يعني شويه بخار ماء، نسبه رطوبه. الرطوبه دي مع الهواء والرياح الشماليه الاثنين دول هيدي لك الباسيف كولنج اللي انا كنت بامل ان هو يتحقق. نيجي بعد كده للجزء الثالث، حضراتكم هتلاقي برضو الفيرتيكال سيركيليشن، الممرات اللي ماسكه بينهم، التزاوج ما بين الاندور والاوتدور في المناخ المصري مش وحش، حلو. لكن طبعا اوض النوم كلها بحماماتها بالفاميلي ليفنج كلها متصله، ما ينفعش تطلع من اوضه النوم عايز تطلع على ليفنج روم تطلع في الاوبن اير. لكن ممكن الجيم اللي فوق لو انت حابب تطلع تقعد الاوضه اللي فوق بتاعت التامل دي، ممكن تبقى اوضه جيم، ممكن تبقى اوضه مزيكا، ممكن تبقى اوضه قراءه، وجزء منها في الاوتدور، ممكن تطلع يبقى في سوشيال انتر اكشن وسوشيال ميموري. انا برضه الفراغ انا مؤمن تماما ان هو بيسجل ذكريات البيت، الفراغ هو الكونتينر لذكريات البيت. دايما كان عندي مقوله بحب اقولها للطلبه عندي في النظريات، قلت لهم حوائط المباني هي اللي شهدت الاحداث الرئيسيه في العالم، معاهدات السلام، معاهدات الاستسلام، المعاهدات التجاريه، تغيير مصائر الشعوب، كل دي تم جوه بيوت، جوه مباني، جوه architectural walls and ceilings. فانا مقتنع تماما ان الفراغات دي هي الفراغات اللي هتحكي بعد كده، هيقول لك انا والله قابلت والدتك فهنا، كنا مش عارف عيد ميلادك الاولاني عملناه هنا، لما جت بعد كده اختك ولدت كانت قاعده في الاوضه دي. دي ذكريات يا جماعه، ده البوم ذكريات كبير جدا الاركيتكتشر. وعشان كده كان مفهوم بيت العيله بالنسبه لي مهم. الليفنج سبيسز، السليبنج بليسز اللي انا قلت عليها اوضه النوم، واوبن اريا او اوبن ايرز كتير. مش عايز ان انا اطول كتير في بيت السحيمي عشان نلحق ان احنا نخلص محاضره النهارده. الانتر جينيريشنال انتر اكشن، بعد ما عملنا كده توصيات الجماعه بتوع التسويق، قال لك والله دايما دايما الناس الكبار في السن بيحبوا يقعدوا في الدور الارضي، مش عايزين يطلعوا سلالم. ودايما دايما السن الصغير اللي بيعمل دوشه بيحب دايما يقعد فوق، بيعمل دوشه، ممكن لا سمح الله كمان يروح يشرب سيجاره، فعايز يبقى بعيد عن الرقابه الاسريه شويه. قلت لهم طب خلينا نعمل حاجه ظريفه، الناس اللي جيل متوسط اللي هو عنده اولاد وعايز ياخد باله من والده ووالدته، يعني عايز ياخد باله من ابوه وامه لكن عنده اولاد، دول الناس اللي بيحبوا يقعدوا في النص. طب احنا ممكن نخلي يبقى في عندنا اوضه او جزء سوليد مع جزء فويد مع جزء سوليد مع جزء فويد، فيبقى حتى الناس يبقى فيه انتر اكشن سوشيال ما بينهم. فلقيت الحمد لله الفكره دي لقت استحسان كويس قوي من مش بس التسويق، بتوع التسويق كانوا يعني محترمين وقال لك احنا ممكن نسال الناس ونشوف وجهه نظرهم، وادوني فعلا فيدباك الى حد ما كان بوزيتيف. زي ما قلت لحضراتكم كان في اجزاء كتيره جدا فويدز، ودي كانت يعني محطوطه لسيناريو ان ممكن مستقبلا تغلق في اي اوض. انا بسميها الحقيقه مش كورت يارد، ما اقدرش اقول على ده كورت يارد بالمفاهيم اللي احنا بنناقشها، لكن اقدر اقول عليه ان هو مبنى دبل فاسادز، يعني في وجهات داخليه وفي وجهات خارجيه. استخدام اللوفرز اللي هي بقى بديل المشربيه، المشربيه القديمه اللي احنا اتعلمناها. الحركه بتاعت الهواء والرياح، هتلاقي الجزء سوليد يبقى لازم قدامه فويد، ده هنا فويد يبقى لازم الناحيه الثانيه سوليد، وهكذا عشان حركه الرياح تبقى فيها كروس فنتيليشن مع حركه المياه او معدل بخار المياه. ازاي بقى عملت تيستنج للكلام ده؟ لازم هنا يدخل التكنولوجي او الكاتنج ايدج تكنولوجي، المبدا الثاني في المانيفيستو اللي احنا كنا ذكرناه. فحطيت المبنى فعلا، نزلت الاي بي دبليو فايل، ده الملف اللي بيحوي الكلايماتيك داتا الخاصه بمدينه اسكندريه، هي كانت المشروع ده في برج العرب قريب من اسكندريه، وبديت اعمل السيميوليشن. دي حركه الرياح، حضراتكم هتلاقي ان حركه الرياح القصوى اللي هي باللون الاصفر تقريبا الحتت الكامنه تماما اللي هي باللون الازرق،
فطبيعي لو الهواء جاي من الشمال الهواء هيطلع هنا في ممر هوائي موجود. لكن الغريب في الامر اللي محتاج حضراتكم تلاحظوه او تاخدوا بالكم منه، ان هنا في ممر هوائي قوي. طب الممر الهوائي القوي ده جاي ازاي وكل جزء ده سوليد؟ لو شايفين كل ده جزء ده فراغات، بس هنا في ممر هوائي قوي. هو التفسير ان الممر الهوائي ده بيجي وبعدين يطلع لفوق، مش بيخبط في الحيطه دي ويرتد تاني، لا بيطلع لفوق. بيطلع لفوق فين؟ في الدور اللي بعده. اول ما يطلع لفوق هيلاقي ان عنده مسار طالع لبره. فكانت الفكره ان انت تحط حاجه سوليد قدامها فويد وفويد قدامه سوليد عشان تبرد الحوائط الداخليه كلها، وبالتالي تقلل حمل تكييف الكهرباء. طبعا اخر دور اللي هو كان مخصص يكون مزرعه برضه حطيت له 3 اماكن، بس قللت شويه من الموضوع ده، حطينا فلاتر اكتر عشان محتاجين. الشجر ده كان محتاج شمس اكتر ما محتاج هواء، لكن ممكن الهواء ده يعني نطلع منه شويه الضباب او الندى بتاع الصبح حتى يبقى جيد. برضه عملت سيميوليشن تاني رأسي عشان اتاكد، وحضراتكم هتلاحظوا ان فيها هواء قوي جدا بيطلع من قلب المبنى، from the middle of the building. دي الاي بي دبليو فايل، حركه الرياح طبعا اتجاه الرياح السائده كان شمال غربي، احيانا بيكون شمالي بس هو اغلبه شمال غربي. فهتلاحظوا ان الهواء فيه هواء قوي جدا بيطلع من قلب المبنى، وده اللي كان يهمني يبقى عشان يحقق التبريد اللي انا كنت عايزه فعلا زي ما كنت وضعه له يعني. طيب مستوى الاضاءه الداخليه على مدار ساعات النهار الى حد ما هتكون جيد. انا مش محتاج اضاءه مباشره لكن محتاج انعكاس للاضاءه غير مباشره بحيث ان الفراغات تنور. طبعا في الصباح الباكر وفي المساء ما بعد المغرب او قرب المغرب وبعد الفجر بيكون نسبه الاضاءه قليله شويه، لكن اغلب ساعات النهار كانت الحمد لله الى حد كبير الاضاءه يعني تعتبر جيده. دي الحسابات اللي احنا عملناها. كان معايا كمان يعني استعنت بحد بيعرف شويه في الموضوع بتاع الكهرباء ده، وكان وقتها ما كانتش خبرتي كبيره. بعد كده الحمد لله قدمت براقه بحثيه في هذا الموضوع، الحمد لله اتنشرت في هونج كونج في مؤتمر بتاع السستينبل سيتيز. فدي كانت الكالكوليشن. دي حضراتكم هتلاحظوا ده الشرط المبدئي لكميه الكربون فوت برينت بتاع المبنى. بعد ما حطينا موضوع الابلكيشن بتاع زيرو انرجي هاوسز هتلاقي الشرط الجميله قوي الدراستيك تشينج اللي حصل. هقول لحضراتكم تاني، ده كان قبل ما استخدمنا السولار بانل والزيرو انرجي ابلكيشنز. بعد كده الحمد لله دي كانت اللي فات، دي كانت الانرجي يوسج، ده كانت المعدل القديم، ده المعدل الجديد. البصمه الكربونيه اللي هي باللون البنفسجي نزلت للون الاحمر. فهتلاحظوا حتى الحسابات كلها على مدار شهور السنه بيفور اند افتر. ده المنتج اللي انا بعتقد ان المفروض الاركتكتشر بتاعت القرن اللي احنا فيه او الزمن اللي احنا فيه تكون بالشكل ده. ده مشروع الحاره او ده الكومباوند الكامل. طبعا انا في جائزه حسن فتحي للعماره انا تقدمت بوحده واحده فقط اللي هو البيت اللي على اليمين ده، لكن زي ما قلت لحضراتكم ان ممكن البيوت دي تتفتح على بعضها بحيث انها كلها تعمل ككيان واحد. لو حد يشتري مثلا وحدتين يقدر، لو حبيت تشتري الوحدتين دول كمان وتفتحهم على كورت يارد واحد هيبقى عندك مبنى حرف يو جميل، وفي السوشيال كونتينر بتاعك الكورت يارد الرئيسي. انت ما بتفضلش الموضوع ده، عايز تشتري الوحدتين دول بحيث تبقى الكتله البنائيه كبيره وعندك 2 كورت يارد صغيرين كمان. ممكن دي كمان كانت وحده تانية وممكن تشتري وحدتين مع بعض. يعني كان في هنا تعدد في السيناريوهات، وده كان اكتر جزء الحقيقه الجماعه بتوع الماركتنج بتوع شركه الاستثمار العقاري حبوه. احنا بنعمل مبنى كونتمبوري عشان الناس ما تعتقدش ان احنا بنعمل مبنى قديم، لا احنا بنعمل مبنى يلبي طلبات الناس النهارده، يحقق طموحاتهم، وده كان يهمنا جدا. كمان كنت قلت لحضراتكم على موضوع وسع المسكن اللي هو المبدا رقم 3، وقلت لكم ان انا هاشير اليه بعد شويه. الموضوع ببساطه ان احنا خلينا الواجهات الداخليه كلها زجاجيه، خاصه في الفراغات العامه، عندك ليفنج روم، عندك دايننج، حتى لو عندك كيتشن، من الطبيعي انك تعمل الفراغات الداخليه ازاز، مش هتجرح خصوصيه المنزل من الداخل ابدا، لكن هتدي احساس اتساع بالرؤيه. اللقطه اللي حضراتكم شايفينها دي المفروض من الليفنج اريا او من الليفنج روم اللي احنا نسميه السلاملك، قدام واجهه زجاجيه، وبعدين الووتر بول او الووتر بوند، بعدين الدايننج، وراها اخر شيء الكيتشن. الاتساع البصري الكبير دوت كانت احد التركات اللي احنا حاولنا نعملها عشان نديله الايحاء بوسع المسكن. التجربه الفراغيه المتغيره اللي كل شويه بتتغير كل ما ياخده كمان كان احد التركات التانيه. ليه؟ عشان نزود الميموري بتاعت الناس، ذكريات الناس والمخزون الذاكره بتاعتهم كل ما هيزيد بذكريات بصور بصريه مختلفه كتيره، ده هيديله احساس انه في مكان متغير، تجربه فراغيه متغيره، وبالتالي ما يدوش احساس الملل. احنا بنحاول ان احنا كل مره نديله فيو مختلف، البرسبكتيفز بتتغير، عنده اكتر من برسبكتيف جوه البيت.
فبالتالي المخزون الذاكره عنده يزيد، فبالتالي يبقى عنده تجارب كل يوم جديده، فيبدا يشعر اقل بالملل ويبدا يديله مخزون بصري كبير. دي الناحيه الثانيه، انا هنا واقف في الكيتشن شايف الدايننج، بعد الدايننج عندي الووتر بوند، بعد الووتر بوند او المسطح المائي عندي الليفنج، فبرضه الاحساس البصري كبير. الممر اللي رابط بين الاثنين موجود في كل في كل مكان، او كل كورنر له لقطه او له برسبكتيف مختلف. انت هنا، وانا اسف على الاطاله على مشروع بيت السحيمي، نفس التجربه دي الحمد لله حاولت ان انا اكررها خارج نطاق الميدل ايست. بنفس المبادئ التصميميه اللي ذكرتها لحضراتكم عملت بيت اريزونا، والحمد لله برضه كان اخذ يعني اوورد كويسه. ونفس المبادئ هي نفسها، لكن هنا في اريزونا لما جيت اخاطب الناس قلت لهم والله اريزونا ده مكان صحراوي مشابه جدا للميدل ايست، فاحنا ممكن نعمل الدبل فسادز. وجيت رسمت لهم مربع على الطبيعه، قلت لهم والله هنا في قناه ميه ووتر كانال، رسمت لهم مربع قلت لهم وي ويل فريم نيتشر، احنا هنحط اطار على الطبيعه، هنعمل كابتشرنج لجزء من النيتشر وهيبقى كما هو، وخلينا نحط الفراغات البيت كله نرفعه فوق، وخلي الفراغات اللي تحت كلها مينيمم وولز مينيمم كونستراكشن. عايزك تستمتع بالجزء الطابق الارضي، مش عايز ابني عليه، خلي بنائنا كله في الطابق اللي فوق. الناس كان لهم طلب، قال لك والله انا بحب لما ادخل من البيت يبقى الفيوز بتاعت الجبل اللي على اليمين والجبل اللي قدام موجودين. قلت لهم مفيش اي مشكله، وفتحت لهم فعلا في الطابق الارضي اماكن الفيوز، هتشوفها حضراتكم من اللقطه اللي من جوه المدخل دلوقتي. فبحيث ان هو واقف هنا اول ما يجي يقف قدام المدخل يبقى الفيو بتاع الجبل اللي على اليمين والجبل الامامي موجودين. وفي نفس الوقت قلت لهم هنعمل لكم كمان الدبل فسادز، هيبقى عندك واجهات داخليه للسوشيال كونتينر ده كده، الوعاء الاجتماعي واللي ممكن تعمل فيه حفلاتك، وممكن تعمل بيه اعياد ميلاد، ممكن تستمتع حتى بيه، تاخد البريكفاست بتاعك الصبح جوه، لكن في نفس الوقت وانت قاعد في كل اوضه من الاوض دي انت بتشوف فيو مختلف من الطبيعه اللي حواليك، بقيه الاوض ما بتشوفوش. فاليونيكنس او الحاجه المميزه لكل اوضه بقت موجوده. كمان ده انا ذكرت هذا الموضوع، كمان حته هتلاقي حضراتكم في حاجه زي ابراج كده انا مسميها الحقيقه ملاءه في الهواء. طبعا هم ما كانوش مقتنعين قوي بفكره ملأ في الهواء ده، بس بعد كده لما اقنعناهم انه ممكن يشتغل كملأ في هواء ونعمله كهيدروبونكس او ممكن تستخدمه كمخزن، بدات الناس توافق شويه. فكره ملأ في الهواء هو عباره عن تاور بيجمع الهواء تحت الدبل سيلينج ده، حضراتكم هتلاحظوا ان السقف دبل، لكن هنا في لوفرز رأسيه محميه من الشتاء ومن المطر، لكن في نفس الوقت هتاخد الهواء ده، وعندنا واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربع ابراج ملاقف هواء عشان تقدر تدخل الهواء لداخل البيت. الواجهات الشماليه خليتها ازاز ما كانش عندي مشكله فيها، الواجهات الجنوبيه رحلتها لجوه شويه عشان اهرب من الشمس اللي ممكن تأثر فيه. دي اللقطات من المدخل اللي مبينه الفيو اللي موجود ناحيه اليمين ناحيه الشمال، وفي الجزء اللي فوق حتى في اوت دور جاكوزي هتدخلهم هنا. الناس كانت عايزين قوي موضوع الجاكوزي ده، فخليناه برضه في الاوبن اير، قلت لهم فتره الصيف يعني تقدروا حضراتكم تستخدموه. برضه كان في جزء كبير من التراسات، بس التراسات المره دي مش عشان تتبني، قلت لهم لا دي مستقبلا محتاجين نعملها از روف جاردن بعيد عن الحياه البريه اللي تحت اي قواعد او اي حيوانات ممكن يعني تبوظ اللاندسكيب، خلي اللاندسكيب بتاعنا كله معلق فوق، مكان صحراوي استخدم تحت نباتات صحراويه صبارة اي زي ما انت عايز، لكن اعمل الروف جاردن بتاعتك فوق عشان البايوفيليك ديزاين تقدر يعني تستمتع بيه. دي كانت الفكره بتاعت اللوفرز، برضه السولار بانلز عشان نصل الى معادله صفريه الطاقه. برضه التستنج محتاج ان انا كنت اعمل التستنج باستخدام السي اف دي، وهنا الحقيقه عملت 3 دايمنشنال ويند موديل بالكامل، سواء الغطاء الكفر ويند موديل او الانترنال اللي هو البنتريتنج ويند موديل. يعني في تجارب طبعا كتير انا مش عايز اطيل على حضراتكم، فاحنا كده باشمهندس عمر عدينا الساعه ولا قد ايه تقريبا الوقت؟ حضرتك معايا؟ ايوه يا دكتور انا مع حضرتك، احنا مستمتعين. والله انت حضرتك مستمتع، بس انا خايف بس ان انا اطيل على الناس، فانا هحاول ان انا طيب الخص شويه عشان برضه انا عارف يعني بعد الساعه الناس بتبدا تتعب. يعني هنقف عند البيوت وتعالوا ناخد مبنى عام، المسجد كلمات الله او words of God. ده كان المسابقه المعروفه يمكن ناس كتير قوي في المجتمع المعماري كانوا مشاركين فيها في دبي، في كريد دبي.
المسجد ده برضه نفس المبادئ الثلاثة اللي أنا قلت عليها بتاعت البوست سكارسيتي، البوست كاربون، البوست سنجولاريتي، شوية من التكنولوجي، شوية من الماضي. وهنا يمكن دايما أنا عارف المباني الدينية بتحصل على ديبيت أو بيكون فيها دايما جدال. فالحقيقة الجدال ده أنا دايما واجهت هذا الجدال وبحب أسمع للناس كلها، ما عنديش أي مشكلة، بس أنا ليا وجهة نظر زي ما كل الناس ليها وجهة نظر في هذا الموضوع. فعشان اقدر ان انا ادرس موضوع المساجد ده تحديدا، خاصه انها مباني دينيه، فحبيت ارجع برضه الفقه العماره في هذا الموضوع، ثم بعض القراءات الخاصه بتاريخ تطور المساجد عشان اعرف الناس دي كانت بتعمل ايه. وطبعا انا فوجئت ان المساجد اللي كانت موجوده في فتره اللي بتعرف باسم صدر الاسلام ما كانتش بنفس الشكل المساجد اللي احنا عارفينه ابدا، ولا كان فيها كورت يارد ولا ايوانات ولا اي حاجه من الحاجات دي. كانت اوضه للعباده استخدم فيها بعد جريد النخل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقف على منبر كان جذع شجره وجزء من شجره. كانت العمليه يعني مبسطه جدا، وفي حتى موديل شفته لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايات. بعد كده جت التطور الطبيعي وبدات تظهر بعض المفاهيم المذاهب الاربعه، وبالتالي ظهرت الاربع ايوانات، وبعد كده ظهرت العماره الكورت ياردز او ما يعرف اسم الافنيه، وكان فيها الميضه في النص. وبعد كده طبعا تطورت للعماره التركيه وتطور المآذن، ودخلنا في الموضوع ده. فالحقيقه لقيت حاجه غريبه، المنبر والقبه اكتر حاجتين يمكن الناس دايما عليهم فيهم جدال، الحته دي دايما حته شائكه قوي قوي الناس بتتكلم فيها. المنبر مش المنبر عفوا المئذنه. المئذنه كان هدفها التبليغ وتقول للناس ان هنا في مسجد، يعني كان لاند مارك يعتبر. القبه في بداياتها كانت احد الحلول الجيده عشان تقدر تعمل سبان واسع او فراغ واحد كبير بدون وجود اعمده عشان انتظام صفوف المصلين واتصال صفوف المصلين من غير ما يقطعها عمود، وده كان شيء مهم في الصلاه. الحاجتين اللي دايما المهمين في المسجد كمان اتجاه القبله اللي لازم يكون معروف عشان الناس تعرف القبله فين، تعظيم الصف الاول، لان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كتير فقهيه، المهم اجر الصف الاول مهم. المنبر عشان الناس الخطيب يقدر يوم الجمعه يخطب في صلاه الجمعه. فدي كانت الاحتياجات بتاعتنا. فبديت اترجم، طب احنا دلوقتي لو النهارده هل ممكن نعمل اركتكتشر، نحط قواعد جديده زي ما الاجيال اللي كانت موجوده في القرون الوسطى عملت لنا المسجد ذات الايوانات والمسجد ذات البتاع، طب احنا النهارده عندنا الدرونز، هل ممكن استخدم الدرونز دي وقت اذان الصلاه، الدرونز دي تطلع من المسجد تنتشر في المحيط تبلغ الاذان وبعدين ترجع تاني؟ هل ممكن اللاند مارك ده ممكن نعمل كمان حاجه اسمها الجرين ماسك او المسجد الاخضر؟ المسجد الاخضر مش هيبقى مجرد سولار بانلز بتجمع طاقه عشان تخدم مبنى، لا ده الموضوع ممكن يكون مرتبط بالعقيده بالفقه. ازاي؟ لقيت في شركات هولنديه، في كذا شركه الحقيقه، كانت بتعمل ارضيات بيطلق عليها اسم البايزو الكتريك فلورينج، اللي هي الارضيات مجرد ما بتدوس على الارض ده انت بتولد طاقه بتكنولوجيا معروفه جدا اسمها البايزو الكتريك، حضراتكم تقدروا تشوفوها وتدرسوها وتشوفوا حتى الارضيات التايلز اللي موجوده. فانا حبيت قوي الفكره بتاعت البايزو الكتريك فلورنج، قلت ده معناه ان كل ما هيبقى فيه مصلين اكتر جوه المسجد كل ما كميه الطاقه اللي هتولد هتبقى ازيد، فبالتالي هيبقى فيه طاقه نظيفه لكن مولده عن طريق الهيومن اكتيفيتي. فلقيت ان ده ممكن يكون كاتاليست موتيفيشن يشجع الناس، يقول والله يا جماعه انتوا كل ما المسجد ده هيبقى فيه ارتياد اكتر في صلاه الجمعه هتلاقي ان فيه كهرباء اكتر، ده ممكن يشجع الناس، الدنيا هتنور اكتر، كميه اللمبات تزيد، فده ممكن يبقى مؤشر للناس يا جماعه والله المسجد ده لو مسجد لا سمح الله يعني مهجور ما فيش حد بيصلي فيه هتلاقيه معتم مظلم، فتبدا الناس تشجع بعض، كل ما هنبدا ندخل المسجد هندوس على الارض اكتر هتولد طاقه اكتر بالبايزو الكتريك تكنولوجي. وبعد كده حطيت لهم بقى الايه دي اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه. يعني انت كل ما تدخل اكتر تصلي هتحافظ على الصلوات الخمسه هتلاقي الطاقه اكتر هتلاقي الدنيا نورت اكتر، فليها مدلول روحاني. فاستخدام التكنولوجيا هنا كان بالنسبه لي مهم في المسجد. طبعا المسجد لازم يبقى فيه ريسبوندنج لسيميوتكس لايحاءات، بدل المئذنه كانت كلمه الله اللي هي الكلمه اللي ممكن تتشاف من اكتر من فيو. المسجد كان ليه وجهين، وجه كونفكس عشان يعكس الواجهه بتاعت دبي كلها من بره، والجزء الثاني المقعر اللي كان بيواجه التاور الكبير بتاع المارينا، فبالتالي الناس هتشوف برضه انعكاس التاور ده. والتاور الكبير ده اللي هو سانتياغو كاليترافا كان عامله، الحقيقه حبيت ان انا استغله برضه، كان موجود على نفس الاكسس بتاعنا بتاع الارض المخصصه لبناء المسجد.
فحبيت ان انا استخدمه كجزء من التكوين البصري للمسجد، يعني حتى الناس واقفه في المسجد اللاند مارك الطبيعي اللي هو التاور الضخم ده هيبقى جزء من التكوين البصري، لا يشوه مكان المسجد ولا المسجد هيتاثر بيه، بالعكس يتكاملوا مع بعضهم ولا يتعارضوا مع بعضهم. طبعا هي برضه المسجد ليه تم تسميته بكلام الله؟ كان فيه برضه جزء اخر فقهي اللي هي الاسوار. الاسوار اللي حضراتكم شايفينها ديت كانت كلها ايات من القران، وده كان جزء برضه تاني فقهي مهم جدا في المسجد. ليه؟ مش هقول عشان استخدام الزخارف الخطيه زي ما اجدادنا كانوا بيعملوها، لا انا الحمد لله عديت هذه المرحله بفكر تاني، قلت مش ممكن الناس اللي صممت المسجد ده تاخد ثواب حتى بعد ما تموت بمئات السنين على حسب بقى ما ربنا هيمد في المسجد ده ويفضل موجود. كل ما بتكتب آية قرآنية بره والناس هتعدي حتى لو مش هتدخل المسجد بس هيقرأ من الآية القرآنية دي، أنت اللي حطيتها فأنت هتاخد ثوابها والراجل ده هياخد ثوابها، فكأنها صدقة جارية. يبقى شيء جميل، مش أنت بس المصمم اللي هياخد ثوابها، ده أنت المصمم والمقاول والفنان اللي هيعملها وشركة الحديد اللي هتعملها وكل الناس اللي عملت في هذا العمل هياخدوا ثوابها، فكأنك بتضاعف الصدقة الجارية ليها. المسجد مش مجرد يا جماعة 4 حوائط ندخل تصلي فيه وتتركه، لا، لازم يكون تأثيره منعكس على المجتمع وعلى السوسايتي الموجود بره. كل مره الناس اللي هنا هتطلع البلكونه هيقرا حتى ايه واحده انت بتاخد ثوابه. برضه المسجد ده كان يهمني جدا ان يبقى الصوره البصريه متغيره، فعملت الحقيقه اللي هي 360 بانوراما ديت بحيث ان الصوره تبقى متغيره فلا تشعر بالملل، ده انت بتكتشف مع كل خطوه تجربه. وده كان مراحل الايمان، لما جيت قريت كده لقيت فقه الايمان في مراتب الايمان بتتغير وبتتبدل من اليقين للمش عارف للايه، طبعا يعني بتاخدني الذاكره احيانا في المصطلحات. فحبيت ان انا اعبر بانك برضه انت كل ما هتخطو حوالين المسجد ده انت هتشوف صوره متجدده، فبالتالي تدي لك صوره بصريه متغيره بتزود المخزون البصري في الذاكره عندك، وبالتالي بتحب انك تكتشف اكتر وتدي لك تجربه امتع يعني. والله كنت اتمنى برضه ان انا يعني اتكلم اكتر لان كان في فاليوز كتير المشروع ده اشتغلت عليه يمكن 3 شهور كامله، بس الحقيقه برضه عشان الوقت هنحاول ان احنا بس نعمل بروجكشن على المفاهيم ال 3 بي اللي انا قلتهم في اول المحاضره. نتجنن بقى شويه، نطق شويه ونطلع بقى في الغير المعتاد ونتكلم عن فوكسل هاوس. لو حضراتكم سامعين عن حاجه اسمها الاي او تي او الانترنت اوف ثينجز، الانترنت اوف ثينجز هو التحكم في الحاجات اللي حواليك عن طريق الانترنت، فممكن تشغل العربيه باستخدام الموبايل زي العربيات التسلا الجديده، وممكن تقدر تتحكم حتى بسمارت سيستم جوه البيت عندك في نظام الكهرباء في نظام الاضاءه في توفير ميه باستخدام الموبايل. لكن السؤال بالنسبه لي الاهم لما وقعت ايدي على ورقه بحثيه جميله جدا اسمها الاي او بي، وده كان مفهوم بالنسبه لي، قلت ليه لا، ليه لا فعلا يعني. ايه الاي او بي؟ اللي هي انترنت اوف بيلدينجز. الانترنت اوف بيلدينجز يعني انت ممكن تنشئ فراغات جديده او تعمل فراغات جديده باستخدام تليفون موبايل، ليه لا؟ ولقيت تكنولوجيا تم تطويرها في الام اي تي ميديا لاب كانت برضو جميله جدا جدا. هذه التكنولوجيا لقيتها مشابهه جدا لنفس المنظر اللي حضراتكم شايفينه، كانت فوكسلز. والفوكسلز بالمناسبه عشان الناس اللي ما تعرفوش هو 3 دايمنشنال بيكسل. البيكسلز بتاعت الصوره جي بي جي هي صوره مسطحه ثنائيه الابعاد، لكن الفوكسلز هو 3 دي. فممكن لو انت حضرتك مش في البيت تقفل البيت كله بالكامل، لكن لو جيت وعايز تدخل البيت تفتح التليفون تنزل السلالم عشان تقدر تطلع فيها، ومجرد ما تطلع لجوه البيت عندك تقدر ترفع الفوكسلز دي تاني فيتم اغلاق البيت. ادي ماكسيمم سكيورتي، بيت من غير مدخل وانت جوه او انت مش سامح ان يكون في مدخل، لكن حبيت ان المدخل يكون من مكان تاني ممكن عايز تنزل من مكان تاني تعمل سلم زي ده من مكان تاني، تحكم كامل في الفوكسلز. اللي انا بقوله ده مش خيال علمي، ده هيكون موجود في فتره قريبه جدا 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 بناء على شويه الابحاث اللي انا بقراها والتجارب اللي انا حضرتها. يعني ممكن تنور بعض الفوكسلز، طبعا هنا عندك قطع غيار، لو واحده منهم باظت تقدر تشيلها تغيرها قطع غيار لانها موديولار كونستراكشن. تقدر تعمل ناتشرال لاندسكيب، تقدر تفتح فراغات جديده، تقدر تقفل فراغات جديده بناء على احتياجاتك، تقدر تغير مكان الاوضه اللي انت عايزها. فاصبح العمليه هنا طبعا، وده برضه ما زال في عمليه التطوير بتاعه، ممكن تعمل ووتر بوند او بيسين او حمام سباحه مسبح صغير. ممكن تستخدم بعض الوحدات تخصصها للبيسز اوف ارت، ايه المانع؟ ممكن تعمل واحده منهم كشجره. بالمناسبه التويلت هو الجزء الازاز الموجود ورا ده اللي هو تقريبا نصه مدفون تحت او 3/4 مدفون تحت، لكن المضاء كله باضاءه النهار. ودي كانت احد التجارب اللي بتستخدم التكنولوجيا اللي موجوده واللي هتكون موجوده في الفتره القريبه بعد ثوره ال 5 جي، ولما الناس تبدا تستخدم ال 5 جي وتفهم ابعاد ال 5 جي ده هيكون ده توقعي، ده هيكون موجود الفوكسلز هاوس.
البلاي هاوس ده كان مشروع في المانيا، وبرضه الجماعه الالمان الحقيقه يعني بيشجعوا الواحد انه يعمل حاجات كتير، عندهم كم من التكنولوجيز وعندهم استعداد ان هم يتقبلوا اي شيء تكنولوجي، بس هم مش بيحبوا الزخارف بتاعهم، ما زالوا فكر الباو هاوس يمكن كان مسيطر اكتر. البلاي هاوس ده جاء في الفتره بتاعه البانديميك او بتاعه الوباء. الفكر المفهوم الجديد حتى لو اطيل على حضراتكم، هو عباره عن مبنى مش زجاجي بالمناسبه، ده حاجه اسمها الالومنيوم اوكسينيترايد. اللي حضراتكم شايفين الحوائط والسقف ده مش ازاز، ده الومنيوم ترانسبيرنت، الومنيوم شفاف. هل الكلام ده خيال علمي؟ لا، الحقيقه ولحسن الحظ المنتج ده بيتباع. اللي حضراتكم شايفينه كله ده اللي هو الاي ال او ان الومنيوم اوكسي نايترايد، ده الالومنيوم الشفاف. الومنيوم يعني قوه تحمله ضخمه جدا جدا، ده احسن من الازاز اللي هو البوليت بروف اللي هو مضاد للرصاص، ده افضل منه لانه كفاءته اعلى. مشكلته الوحيده حاليا ايه؟ ان ثمنه غالي، المتر الواحد يمكن بيتكلف 20,000 دولار. طب التكلفه دي هتفضل كده عاليه؟ لا، متوقع انها هتنخفض جدا جدا جدا، يمكن تصل تنخفض مثلا 20 21 من ثمنها الحالي. فبالتالي انت ممكن تستخدمها، وممكن مش بس هتستخدمها تعمل بيها حوائط الومنيوم، ده انت هتعمل كمان دبل جليزنج الومنيوم، يعني اتنين شيتس وما بينهم عازل حيوي. وبعد كده وقعت ايديا على ورقه تانية بحثيه، تجربه جميله عملتها برضه الام اي تي، عملوا ترانسبيرنت سولار بانلز، ودي كان بالنسبه لي الحقيقه شيء جميل جدا. يعني الحوائط دي مش ممكن بس تبقى مجرد الومنيوم عادي، لا ده انت ممكن تغطيها كمان بالترانسبيرنت سولار بانل، فيعمل كل كيان البيت سقف وحوائط كمولد للطاقه. حضراتكم هتلاقي بره فيه عندنا 10 اشعه، ال 10 اشعه دي بيطلع عليها اسم الفوج نتس، وهتلاقي ان البيت جمع الميه في الاخر وبتفلترها، وتقعد كده الميه دي تستخدم في الفارمز الهيدروبونكس اللي موجوده. يعني البيت مكتفي ذاتيا من الطاقه، من المياه، من الغذاء. وده كان مهم جدا عشان الناس دي ما تقدرش، يعني في فتره الفكره طبعا اللي جالنا بتاع البانديميك ده او البوست بانديميك، ان خلينا قاعدين في البيت، وفتره اللي احنا كلنا مرينا بيها بتاعه اللوك داون، فكانت نفسنا قلت ليه الواحد ما يصممش بيت، لكن في نفس الوقت طالما هو بيت فيكيشن هاوس يستمتع بكل لحظه في الطبيعه ويشوف تغير ضوء النهار. ولو حابب ناخد قدر من البرايفسي، اوضه النوم بتاعته عباره عن صندوق متحرك على 4 عجل، لكن يقدر يحركه، لكن السقف كان ترانسلوسنت، السقف كله بيحس برضه باضاءه النهار. الحمام او التويلت كان كله الكيان الكروي ده عشان سهل بعد كده تنظيفه، فالميه كلها تتجمع في النقطه اللي تحت، لان فلسفه الهندسه الكرويه دي كلها ما فيش اي ميكروب ممكن يقف على اي، يعني ما فيش اي اتربه او اوساخ ممكن تقف على سطح افقي، والدايره او الكره من جوه ما فيهاش اي اسطح افقيه ولا حتى رأسيه، فبيبقى من السهل جدا تنظيفها، وكل شيء بيتجمع تحت فيقدر يتصرف بسهوله. الورك اريا او مكان العمل هو كان المكان الازرق، فالناس تقدر تقعد ويقدروا يستمتعوا بالطبيعه. لا، الموضوع احلى من كده، وكده ان ممكن تقدر تحرك الاوضه دي وتحصل على الفيو الجديد اللي انت حابب انك تحصل عليه. نفس الموضوع بالنسبه للاوض، ممكن تغير اوضه نومك وتحطها في مكان جديد. الجزء اللي بالاحمر طبعا اللي هو جزء الريد اليرت، هقول انت مهم، ده اللي هو الديس انفكشن، او الجزء اللي هو بتاع التعقيم والتطهير، مجرد ما تدخل جوه في مرشات تعقم، ولو طلع بره برضه تبقى انت عارف اللي الجزء الاحمر ده هو ايه، الالارم بتاعنا يعني. ده الفيوز المختلفه، كان فيه مزرعتين، مزرعه خارجيه مزرعه داخليه، وفي طبعا كل الارضيه اللي حضراتكم شايفينها دي كلها عباره عن ارضيات تحتيه، يعني بلاطات بتترفع تحتيه اماكن تخزين. نفس الموضوع في بدرون برضه او في بيزمنت موجود هنا عشان تقدر تخزن فيه كل احتياجات المعلبات مثلا، اي حاجه محتاج تخزنها، ففي جزء كامل تخزين سيف فولت تحت في البيزمنت. يعني انا مش عايز برضه اطول كتير، لو في فرصه تانية ان شاء الله ممكن ان احنا نبقى ندردش على البيت ده لوحده كده في ومراحل التطوير بتاعت الفكره بتاعته، ليه اخذنا الكالر كود. الكالر كود ده برضه كان فيه اسباب علميه، اللون الاخضر في اوضه النوم، اللون الازرق اللي بيدعم النفسيه اكتر في العمل، اللون الاصفر وقت الغذاء، اللون الاحمر لو انت خارج او لو انت داخل، والجزء السفلي اللي تحت اللي كان فيه الجواكم بتاعت الديس انفكتنس او المطهرات والمعقمات، الحمام ازاي نظام التعقيم بتاعه. وكان الجزء اللي يهمني كمان بجانب الاهداف التصميميه النهائيه دي، الجزء بتاع بالليل لازم يبقى فيه برضه لايت سكيب او عين مفاده تنسيق للاضاءه. وانا قلت مش مجرد اضاءه عاديه، لا انت ممكن الاضاءه دي كمان تبقى جزء منها جيمنج، يمكن مش باين هنا في اللقطات، بس هتلاقي مثلا اللي هي اكس زيرو اللعبه الشهيره، ممكن تبقى الحوائط نفسها تتحول الى سينما سكرين في يوم من الايام.
ولو محتاج حاجة، في كان مطار الديونز برضه ملحق بالبيت ده، في ديونات تقدر تجيب لك الطلبات الخفيفة من صيدلية قريبة من سوبر ماركت. ممكن تقدر تعمل ويذر برودكشن، تعرف الدنيا النهاردة في شتاء في مطر، تجيب لك ترمومتر، فيبقى في مونيتورين كامل. وجزء السنجولاريتي او جزء التكنولوجي الموجود الاي اي الارتفيشال انتليجنس اللي فيه، ان البيت ده بيعمل سواء فيه ريزيدنس او ما فيهوش ريزيدنس، يعني بينتج الغذاء بتاعه وبينتج الماء، بيجمع الميه وبيفلترها طول ما فيه عنده اكتفاء ذاتي، وبيدي لك الاوكي وبيبعت لك الايميل. كل ده مش خيال علمي، ده تكنولوجيات كلها موجوده، شركات بتصنعها، شركه سامسونج على فكره بتصنع دلوقتي جزء كبير منها. مشروع البنتا كيوب، بنتا معناها خمسه، خماسي مكعبات، ده مشروع بالكامل بيعمل على مبادئ التصميم الموديولي. لو حضراتكم عندكم وقت في اي وقت من الاوقات، اكتب على الويكيبيديا او حتى يعني ابحث في الويكيبيديا على حاجه اسمها الموديولر انجينيرنج او الموديولر ديزاين، مبادئ التصميم الموديولي. مبادئ التصميم الموديولي موجوده في العماره، في الفنون، موجوده في الكمبيوتر ساينس بالمناسبه، علوم الحاسب الالي، موجوده في كل حاجه تصميم تقريبا في عندنا فكر الموديولي. فكره البنتا كيوب ده كان مشروع في سينا، وكان بيعتمد على استخدام الحجاره اكتر. طبعا انا حبيت انه يكون كونتمبوري بالكامل، لكن يكون امتداد للارض، امتداد للمكان، حتى الوانه هي الوان التربه، الوان الارض، فما تحسش ان في شيء غريب. برضو انا ما زلت كميدل ايسترن، انا من الشرق الاوسط، فبرضو فكره الكورت يارد موجوده، لكن هنا هتلاحظوا حضراتكم ان هو على جريد قاسي جدا، والجريد ده الاوض كتير جدا منها، طبعا هي كلها حوائط حامله، بس الاوض كلها من السهل جدا انك تقدر تضم اوضه من الكورت يارد، بحيث لو حبيت في يوم من الايام ان البيت ده تزود الرقعه والفوت برينت بتاعه، بيبقى فيه امكانيه لكده. انا مقتنع، يمكن هنا برضه اصطدمت بكلمتين شهيرتين جدا. الجماعه بتوع الباو هاوس كان يقول لك ذا هاوس از ا ماشين تو ليف ان، البيت هو عباره عن ماكينه للمعيشه، هم فعلا دي ايديولوجيتهم. في حين ان فرانك لويد رايت قال لك ذا هاوس از ا ليفنج اورجانيزم، قال لك البيت هو كائن حي بيتنفس وبيعيش، وكأنه كائن حي. فأنا فعلا أدركت بقى الجزء المهم، البيت اللي احنا بنصممه هو مش هينفع يفضل ثابت، لأن ببساطة شديدة جدا الأسرة نفسها احتياجاتها بتتغير، الأسرة بتنمو، لو اتنين متجوزين بعد سنة سنتين هيكون أربعة، والأربعة دول بعد مثلا 10 20 سنة هيكونوا ثمانية لما تيجي أحفاد والناس تتجوز وتبدأ تكبر. فالولاد الصغيرين اللي أنت بتصمم لهم أوضة النوم وهم صغيرين، بعد 15 سنه احتياجاتهم وطموحاتهم وافكارهم وايديولوجيتهم هتتغير بالكامل. فخلاصه الكلام حتى لا اطيل على حضراتكم، ان البيت المفروض ان هو كمان تو ريسبوند وتو ابزورب، يعني يستجيب ويمتص احتياجات الناس وطموحاتهم سواء في الحاضر او في المستقبل. في عندنا الفراغ رقم 2، الفراغ رقم 8، دي فراغات تعتبر اوت دور، لكن من السهل جدا تحويلها الى اندور. حضراتكم هتلاحظوا كمان ان عمليه السيركيوليشن او اللينير باث، انا بسميه اللي هو المسار الخطي، كل الفراغات تقريبا متصله بمسار خطي، بس عشان اكسر هذه الخطيه، الشبابيك الداخليه، وده كان في الكورت يارد، من السهل جدا في نظام الحوائط الحامله انها تكمل الارض وتظبط وتبقى ابواب في حاله ان مثلا حبينا نضم الفراغ رقم 3 ده ويبقى جزء من البيت، او الفراغ رقم 4 لو حبيت اضمه على 9 واعمل امتداد للليفنج اريا، او الفراغ رقم 8 اللي ببساطه لو بنينا البارتيشن ده اصبح جزء من التكوين الفراغ الداخلي. فكان هنا المرونه التصميميه هي الاساس. طبعا السولار بانلز والحسابات الماثيماتكس اتعملت، كل الماث بتاع المشروع بالكامل كان لازم يتعمل زي الشارت اللي انا فرجتها لحضراتكم، كنا زمان بنعملها على بلاي او بالقلم او بالاكسل، بعد كده بقى في كمبيوتر سوفت ويرز كتير، لازم من الديزاين بيلدر للاكس فلو، كذا برنامج يعني الحقيقه عشان عمل الحسابات الاساسيه. موضوع السي اف دي او الكمبيوتيشن فلويد داينامكس، عشان نشوف سلوك الرياح او سلوك الهواء فتره الصيف، لو انت حابب في الصيف انه يفتح بدل ما يستخدم تكييف، ايه الهواء هيدخل ازاي؟ طبعا مكان سينا او سانت كاترين، مكان البيت ده كان الهواء فيه رائع، المشكله هنا كانت بالعكس، انت محتاج تدي له تدفئه اكتر في فتره الشتاء، لان الشتاء درجات الحراره بتنخفض انخفاض عالي جدا. في نفس الوقت يمكن الصوره المنظور للاسف مش كبير كفايه، لكن الكورت يارد ده حبيت ان انا اغطيه بجزء من التنت او جزء فابريك اقمشه. الاقمشه دي كانت في الاساس عشان تحجز اشعه الشمس، لكن ممكن في الليالي الجميله تعمل ستار جيزنج او تستمتع، يبقى في اتصال مع السماء، اتصال مع المتغيرات اللي موجوده. بعد كده بدينا نطور الفكره، قلنا طب والله بدل ما تبقى مجرد قماش، طب ما تيجي نخليها فوق نتس، يعني كل الندى والميه المتجمعه دي ممكن في وقت من الاوقات نقدر نجمعها
وتتفلتر وتستخدم حتى للزرع، الناس بيها للهيدروبونكس بتاعة البيت. الايكو هاوس مشروع كان برضو اخر، انا هعدي بقى خلاص عشان وقتكم، وانا بعتذر على الاطاله جدا والله، انا اسف. ده كان مشروع واخد الجائزه الاولى في مركز تحديث الصناعه الخاص بالاكاديميه العربيه للنقل والتكنولوجيا في سنه 2014. ده كان مشروع اتعمل بالتعاون مع الحكومه المصريه عشان الجماعه البدو اللي تركوا منازلهم او تم ترحيلهم من اماكن، نقدر ان احنا نبني لهم في سينا برضو في نفس الاماكن بيوت في مكان جديد. وهنا كان اهم تحدي بالنسبه لنا هو النمط المعيشي للجماعه البدو، البدو اللي عندهم مش رحاله طبعا زي زمان، بس معاهم دوميستيكيتد انيمالز، عندهم في يعني حيوانات موجوده، حته الكورت يارد دي اساسيه، محتاجين تبيض طبيعي. كمان باستخدام الوامد ايرث او التربه المدكوكه برضو كنا محتاجين ان احنا نصمم لهم، عندهم عربيات، عندهم يعني في احتياجات مهم. فكانت الفكره بالسنترال ويند كاتشر، الفراغ السلندريكال اللي موجود في النص ده كان هو الويند كاتشر اللي منه هيجمع الهواء من اي مكان هيجي منه الهواء ويدخل الهواء دي على الفراغات المختلفه للبيت. عندنا فرونت يارد او كورت يارد امامي وكورت يارد تاني خلفي في خصوصيه اعلى عشان الغسيل والحاجات اللي هي ست البيت هتكون محتاجاها اكتر، لكن الكورت يارد الامامي اللي ممكن يستقبل فيه الناس، ممكن يبقى فيه اكتيفيتي اوت دور لان البيت كان ضيق فمش هيقدر يستقبل كل الناس داخل المنزل. هنا كانت التوجيه ماشي معانا كويس قوي، يعني السولار بانلز كان مضطرين احنا ميلناها عشان تبقى في مواجهه الواجهه الجنوبيه، لكن في نفس الوقت هي هتعمل از لوفرز تقدر تعمل لي كابتشرنج للهواء وتدخله لجوه، وبالتالي برضه هتعمل كانها دبل روف فتمنع الاشعاع الشمسي من هو ياثر على الفراغات الداخليه، فبالتالي اصبح عندي شل خارجي وعندي فيه فراغات داخليه محميه تماما من الشمس ومن الكلام ده، لكن الهواء والرياح بتدخل لها. برضه الموضوع ما ينفعش يعدي من غير ما نعمل الكالكوليشنز بتاعتنا عشان نطمئن كده ان الموضوع شغال كويس، ونفس السوفت ويرز ونفس البروسيس اللي عدتها لحضراتكم عشان نطمن من الباسيف كولينج ونطمن من مستوى الاشعاع الشمسي. حضراتكم هتلاحظوا الجزء اللي بالاحمر على الشل الخارجي او على الاطار الخارجي، لكن اغلب الفراغات الداخليه في اقصى وقت اللي هو وقت الظهر الساعه 12 الساعه 1 الساعه 2 هتلاحظوا ان الفراغات الداخليه الحمد لله تعتبر منخفضه الاشعاع الشمسي، اللي بيتعرض للإشعاع الشمسي في أغلب الوقت هو الجزء الخارجي فقط. بعد كده الناس قالت لنا طب ممكن نحول المشروع ده إلى مشروع مالتي فلور ريزيدنشال بيلدينج؟ قلت لهم ممكن. قالوا لي هتحل مشكلة السولار بانلز إزاي؟ قلت لهم والله ممكن بدل ما كانت السولار بانلز كلها على السقف نقدر إن إحنا نعملها كأنها لوفرز نحمي منها خصوصية الناس، يعني الناس لو واقفة تحت مش هتكشف البيت، وفي نفس الوقت تجمع لك الطاقة اللازمة لكل طابق من الطوابق. والجزء الزياده اللي هيكون موجود فوق عشان خدمات العماره. جينا لمشكله السيركيليشن، طب هتعمل السلالم ازاي؟ قلنا والله ممكن الجزء بتاع السلندر ده هو اللي هيتحول الى الفيرتيكال سيركيليشن اللي موجود عندنا. ده كان التصور بتاع البيت، برضه السوشيال فاليوز اللي موجوده يعني حاولنا قدر الامكان نحقق لهم مقدار الراحه بتاعت البيت، التكلفه اللي كانت محدوده جدا جدا في هذا الوقت. مراحل البناء قلنا والله احنا مش لازم البناء يكتمل، احنا ممكن من اول المرحله رقم 2 البيت هيعمل يعني هيبقى خلاص قابل للاستخدام، مجرد ما عملت بس الجزء الاساسي السلندريكال حطيت الطابق الاول والثاني. بعد كده طبعا انت كل ما هتبدا تزود مرحله من المراحل هتوصل الى اهداف التصميميه كامله، لكن ده مش هيمنعنا ان احنا لو ممكن من رقم 2 لان كان مهم جدا نسكن الناس دي في اقرب وقت وفي اقصر وقت. فمجرد ما وصلنا للليفل اللي هو مرحله رقم 2 على طول سكن الناس بدل ما هم قاعدين في العراء يعني، بعد كده كمل البيت على مهلك والناس ساكنه هيعمل البيت برضه مفيش مشكله. في مشروع فناء ده يمكن انا اتكلمت عليه في محاضرات كتيره سابقه، خلاصه الموضوع هو مظهره بسيط جدا زي الايفون من بره، لكن عشان يتم تصميمه اتحط فيه 50 بند تصميمي بالكامل، وده برضه نفس فكره الايفون، لو مسكت الايفون وفتحته من جوه هتلاقي ان البورده بتاعته معقده جدا جدا. ال 50 بند تصميم دي كانت خلاصه العمل البحثي في اخر 11 سنه بدايه من بيت السعيمي لحد المشروع ده اللي اخد الحمد لله جائزه الصيف اللي فات على طول الجائزه بتاعته. ده كان السياق الحضري المخصص لهذا البيت اللي برضه في نفس الوقت فيها حاجه حلوه، في كورت ياردز موجوده، في ابراج حمام، في حاجات حلوه فيها مش كلها فوضى وفقر
ويعني الدنيا مش كلها بهدله، لا في حاجات حلوه، فانت ممكن تستخلص الفاليو وتبدا تحل المشاكل. ده دورنا المجتمع النهارده للي هيجي كاجيال بعد كده قدام، هيسالونا هيحاسبونا، التاريخ هيحاسبنا. الفراغ كان فراغ فلكسبل زي الفراغ رقم 4، يمكن اعاده استخدامه بكذا حاجه. وهتلاحظوا حضراتكم ان انا دايما حريص ان انا استخدم المصطلحات الكلاسيكيه القديمه، المجاز، السلاملك، ملقى في الهواء، الكورت يارد. بس هنا كورت اليارد او الفناء اصبح اسمه الفناء الراسي مش الفناء الافقي. احنا يا جماعه طالعين من هذه الارض، طلعنا من هذا المكان، ما نقدرش نتجاهل ماضينا، لكن كمان ما نقدرش نتجاهل مستقبلنا. احنا الحلقه الوسطى ما بين الماضي ما بين المستقبل. زي ما التاريخ بتاعنا مش هيسمح لنا ان احنا، يعني ما ينفعش نسمح لنفسنا ان احنا نتجاهله، فالمستقبل مش هيغفر لنا تقصيرنا. فاحنا الحلقه الوسطى لازم ناخد ونطور، ناخد اللي اتساب لنا ونطوره عشان نسلمه للي هيجي من بعدنا. الكورت يارد اصبح النهارده متعدد الاهداف، بايوفيليك ديزاين حط فيه زرع، فوج نتس تجمع منه ميه، باسيف كولينج تسمح بمرور الهواء، برضه الدبل وولز هتلاقي ان السقف ده انا فصلت الحوائط الخارجيه غير الداخليه عشان الاشعاع الشمسي الخارجي. امبريسنج بايو دايفرستي، ليه ما تتقبلش الحيوانات والحياه البريه الموجوده؟ في نفس الوقت الكتله الحضاريه مش هتبقى مصمته، هتبقى كتله حضاريه بريذنج ماس، يعني الهواء يدخل من جوه ويطلع، ما تبقاش كتله صماء. تقلل الاربن هيت ايلاند، المفاهيم الجديده والابحاث اللي الناس وصلت لها، ده بقى التكنولوجيا الحاضر اللي انت لازم تستخدمها. الكالتشرال دايفرستي، التنوع الثقافي المصري العالي، فبديت اديهم حلول، لانك لو ما اديتش حلول الثقافات المحليه عمرها ما كانت بتترك الحوائط البيضاء زي ما هي، لازم يرسم عليها. وحضراتكم هتلاحظوا كتير جدا من الاقاليم الشعبيه والاقاليم المصريه وغير المصريه حتى، والله يرسم لك صوره الحج والكعبه وهو راجع من الطياره، او صوره المولود الجديد، او صوره ايا كان. فانت تبدا تديله حلول لو في مجتمع حضري زي القاهره او زي الجيزه، او عبر عن الثقافه المحليه، مجتمع زي النوبه، مجتمع زي سيوه، دي كلها المجتمعات المحليه بتاعتك، اديهم حلول، لانك لو ما اديتهمش حلول هم هيحطوا حلول ممكن تتعارض مع اهدافك التصميميه. السلندر اللي موجوده اللي هي كانت برج الحمام واللي انت طورته دلوقتي بقى فيه هيدروبونكس وفيه ستيرز وفيه كمان ويند كاتشر وبيجمع ميه الرين ووتر كولكشن، وسميتها الفود برودكشن يونت، بتجمع بتطلع لك بروتين، بتطلع لك فيجيتابلز، بتدي لك الميه اللي انت هتستخدمها للزراعه. الكلام ده كله برضه زي البروسيس اللي حضراتكم عارفينها، لازم يتعمل لها تيستنج بالسيميوليشن سوفت وير. والانبوت داتا المره دي جبتها كلها من تقرير لقيته للأمم المتحدة، كان معمول عن منطقة الفيوم، واخترت المكان ده عشان أشتغل فيه. السي اف دي برضه الويند كاتشر، حضراتكم هتلاحظوا حركة الهواء اللي موجودة في الملقى في الهواء الجديد. زمان ما كانش فيه سيميوليشن سوفت وير، النهارده فيه، عشان تعرف هل الممر ده كافي ولا محتاج يتوسع، محتاج يضيق، الفتحات دي هل هي كافية، ارتفاعها المناسب قد إيه، عشان تشوف سلوك الهواء الداخلي. دي التكنولوجيا الحالية. دي الكالكوليشنز، الانيشال كالكوليشنز لكميه الاشعاع الشمسي اللي موجود في المنطقه دي، ودي تقريبا تقديري انها هتبقى 35 سولار بانل، هتطلع تقريبا 10.5 كيلو وات في اليوم، ده متوسط سنوي بالمناسبه. يعني انا عارف ان في بعض اوقات السنه ممكن تبقى الاشعاع الشمسي اقل شويه، لكن في اوقات بتبقى عاليه، فالمتوسط السنوي تقريبا في اليوم بتطلع 10.5 كيلو وات، اللي هي تبقى كافيه جدا تغطيه احتياجات تقريبا اسره مكونه من 4 افراد معاهم موبايلاتهم وعايزين يشحنوها والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. الادابتابيلتي او الفلكسبيليتي، انا برضه لسه مش عارف السيناريوهات الحضاريه المختلفه اللي ممكن البيت ده يتبني فيها. فكان من المهم ان احنا نحط تصورات لو هنعمل اكتر من طريقه تجميع، ودي اسس الموديولار ديزاين بالمناسبه. ازاي التنوع الحضري اللي موجود ده نقدر ان احنا تو ريسبوند ليه؟ ده كان شيء مهم جدا. ده كان الصورة، يعني السياق الفيوم اللي انا اتكلمت فيه. بعد الحمد لله المشروع ما فاز بالجائزة، لم يتوقف البحث فيه او العمل البحثي، ما زلت بكمل فيه عشان اشوف برضو سلوك الهواء فيه وسلوك الرطوبة، وما زال العمل جاي فيه. دي بعض الدياجرامات، مش هقدر انشر كل الورقة البحثية اللي انا بجهزها حاليا، بس ده بعد الحمد لله ما فاز بالجائزة وانا لسه شغال فيه. بيت عيشة، ده كان بيت لصحفية موجود في الإمارات برضه بنفس المفاهيم اللي أنا ناقشتها. وكل جناح سويت هتلاقي إن فيه كورت يارد منفصل، والكورت يارد ده مستخدم عشان إضاءة نهارية، وبرضه الباسيف كولينج أو الرياح، يعني بيعمل كمان لقف هواء. وده كان التصميم المبدئي برضه ليه، بحيث إنه يقلل من استهلاك الطاقة
يزود من التجربة الفراغية، يزود من السوشيال انتراكشن. هي كانت الست عايزة كل ولادها، كل ولد من ولادها بمراته بيكون عنده سويت خاص بيه، والست كانت سافرت كتير فكانت حابة قوي موضوع الاوتيلات، فقلت لها هنصمم لك البيت كأنها مجموعة من السويتس متوصلة جنب بعضها بحيث تشعري بنفس التجربة ديت. فالحمد لله يعني اعتقد هنا في اعادة، عفوا. ودي كانت الرحلة اللي بأسف جدا أو بتأسف لكم جدا على الإطالة فيها. الحمد لله نشر التجارب المختلفة اللي أنا اتكلمت فيها دي اتنشرت في أماكن كتير الحمد لله. ديسكفري يو كي، اتكلمت على فوربس ماجازين، الأرشيتكتور جوردوي، أرش ديلي اللي كان فيها بيت السحيمي، ديزاين بوم، إكسبو دبي، مكتبة اسكندرية، حتى شغل الفضاء اللي حضر من حضراتكم المحاضرة بتاعة الفضاء في 2019، ناسا جونسون سبيس سنتر، مكتب الأمم المتحدة لأعمال الفضاء، لاركا انترناشونال، دي مجله معماريه برضو، جائزه حسن فتحي. والحمد لله رحله لم تنتهي والطريق لسه طويل، بس الحمد لله عندي امل وعندي طاقه ان احنا نبقى احدثنا فرق. معماريين الشرق الاوسط ممكن يبقى لهم بصمه قويه لان احنا عندنا مخزون تراثي وعندنا طموح ان احنا نتعلم التكنولوجيا، وعندنا في نفس الوقت المشاركه ان احنا نقول كلمتنا، يعني السيلف اكسبريشن موجود مش بس للعالم الغربي، لا لاجيالنا أو لأولادنا اللي هتيجي. لحد ديسمبر 2021 كان من كرم الله سبحانه وتعالى آخر جايزة، معلش أنا عامل عليها هايلايت، كانت تصميم ملاجئ في اليابان، ودي حضراتكم هتلاقوها في المحاضرة اللي فاتت بتاعتي مع بي أي إم أريبيا، اتكلمت عليها باستفاضة. الإكزيبيشنز ماب دي المعارض اللي ربنا أكرم بيها، الورك شوبس ماب دي، وإن شاء الله إن شاء الله في الشهر القادم هيبقى فيه نقطة خضراء جديدة في إندونيسيا، هعمل ورشة عمل تانية جديدة برضه لعرض الفكر ده اللي هو نابع من الشرق الأوسط وبيستخدم التكنولوجيا، وإن شاء الله نقدر نقدم شيء جديد. أنهي المحاضرة بتاعتي بثلاث كلمات أو 3 quotes. الثري كوتس دي ولا المصادفة بيكملوا بعض. أول كوت بتقول The future belongs to those who dare to dream، فكان لازم يكون عندنا الجرأة إن إحنا نحلم، لكن ما نتوقفش عند مجرد الحلم، فلازم يبقى برضه نآمن بهذا الحلم. إلينور روزفلت لها كوت بتقول لك The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. ما تجيش تحلم وتفقد الامل في النص، لازم تكمل الطريق وما يفضلش الموضوع حلم. فجي بعد كده مالكولم اكس قال لك the future belongs to those who prepare for it today، فلازم تاخد خطوات عمليه وتاكد ان العمل المستمر. اهم حاجه يا جماعه هي الكونسيستنسي وليس النجاح. نجحت مره او اتنين وتوقفت هتفشل، لكن فشلت 20 مره بس انت ما زلت مصمم وما زلت عندك مثابره، تاكد انك هتنجح. النجاح مش في جايزه ولا في اوورد ولا حتى البريتسكر برايز ولا نوبل، هو النجاح ان بعد 500 سنه من النهارده يقولوا مش عليك انت، يقولوا على المجتمع اللي كان موجود اجدادنا عملوا لنا حاجه. ده المهم، الصدقه الجايه اللي هتفضل بعد ما ماتنا بسنين ان شاء الله. اشكركم على هذا اللقاء، اللي حابب فيكم يبعت لي اي استفسار، حابب يبعت اي رساله، حابب حتى يجي يسلم عليا، اهلا وسهلا بيكم، وارحب بحضراتكم في اي وقت وفي كل وقت. اهلا وسهلا بيكم، وآسف على الإطالة مرة أخرى. جزاكم الله كل خير يا دكتور، يعني محاضرة ممتعة ومفيدة جدا وبتدفع الواحد للتفكير. وأستأذنك بس في بعض الأسئلة لو وقت حضرتك يسمح. اتفضل اتفضل. أكيد الله يكرمك. دلوقتي في سؤال كان المهندسة هيام زكي بتسأل، هل وارد إن التكنولوجيا دي تقدر تفيد على أرض الواقع فئات الشعوب المنكوبة مثل اللاجئين السوريين؟ قطعا. اشكر طبعا باشمهندس على سؤالها، واستاذنك لو تقدري ترجع المحاضره اللي انا عملتها مع بي اي ام اريبيا، المحاضره رقم 2 دي، النهارده رقم 3. المحاضره اللي فاتت على طول كانت كلها مخصصه للاجئين، بس مع اللاجئين مش بس تكنولوجيا، احنا اهم في شيء في اللاجئين كانت 3 مبادئ: الموبيليتي او سهوله الحركه، التكلفه الاقتصاديه المنخفضه، وتغطيه الاعداد الكبيره او الماس برودكشن. ففي كذا تجربه انا عرضتها، ولو حضرتك حابه ممكن ترجع حتى المحاضره، يعني ممكن تبقى فيها اجابه وافيه باذن الله على استفساراتك. طيب في سؤال من استاذن المهندسه مي، حضرتك باشمهندس عمر لو تقدر تديهم الرابط. هحط الرابط حالا. طيب في سؤال من المهندسه مي بتسال، ممكن اسم البرنامج اللي بتعمل بيه محاكاه للرياح وسفينه الطاقه؟ هو كان فيه برامج كتير جدا جدا، انا بدات حياتي الاول بالايكوتكت وبعد كده اكتشفت ان هو ما كانش دقيق، لا مش بس وقف، ما كانش علميا دقيق. وتناولت بعد كده برنامج الفساري، ولما دخلوه مع برنامج الريفت كان اسهل علينا، بس برضه بعد فتره توقف. حاليا انا بشتغل بايه، اتعلمت شويه ديزاين بيلدر كان واعد جدا جدا، لكن اللي ارتحت فيه اكتر كان الاكس فلو، بس هو بطيء شويه او تقيل شويه على الاجهزه. وفي الليدي باج طبعا لو انت حضرتك بتعرف تشتغل جراس هوبر، دي الحلول المتاحه يعني،
وطبعا لو في شيء تاني اللي عندك علم اكتر ممكن بقى الاوبن بيسموه اوبن فورم، في برامج تانية يعني اكثر، طب بس محتاجة حد يكون فاهم في تشغيلها اكتر. تمام. طيب استاذنا الدكتور عبد المحسن فرحات، استاذنا الغالي، اتفضل يا استاذنا. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته. الله. محاضرة ممتعة وقيمة وشغل كالمعتاد يعني من الدكتور سامر قيم، شكرا لحضرتك يا فندم على ذوقك. مليء بالإبداع الحقيقة. يعني أهنئك وأدعي لك إن شاء الله بدوام القدرة على العطاء. حضرتك ده دايلنا محتاجين الدعاء لأن احنا لسه في أول الطريق. ربنا يعينك بإذن الله. بس انا ليا ملاحظتين الحقيقه، اتفضل. يعني لاثراء الحوار، او يمكن انا غاب عني بعض اشياء، لان البيتين، بيت السحيمي في القاهره وبيت اريزونا، لهم الميريتس بتاعتهم والجمال بتاعهم، بس الاوبنس يعني هي يمكن تلائم الهوت هيوميد كلايمت اكتر من الهوت اريد كلايمت، صحيح خاصه اريزونا لو صحراء. يعني صحيح. المشكله ممكن تعالج بسهوله لو اللوجياز او اللي بتسمى بالكونيز، هي لوجيا ممكن غلقها، بمعنى انها تفتح مساء فالهواء يمر، يعني بيرميتنج ثرو ذا هول هاوس، كله يتبرد بالليل، وبعدين الصبح عشان الاحتفاظ بالبروده يبقى في وسائل لغلق، نعم والا هيضيع الهواء البارد صباحا، هيخش الهواء السخن هيسخن الدنيا لا كلها. حضرتك معك حق فعلا في هذه الجزئية والله، ومشكور على هذه الإضافة يعني. فهي فكره الكورت يارد هاوس انه بي يعني خزان بيحجز ال الهواء آه البارد صحيح صحيح. من المساء اللي هو باي كونفكشن، وانه يعني بيحتفظ بيه لاقصى ما يمكن صباحا. فانت بالفلكسبيليتي الرائعه اللي يعني اثبتها في حاجات كتير، ممكن قوي يبقى في موفابل ويندوز، سلايدنج ويندوز او فولدد، يعني طرق مختلفه بفتحات كبيره هو كلام بحيث حضرتك مظبوط فعلا. يحتفظ بالهواء البارد. المسجد بتاع دبي، انا مش هعلق على الاركتكشر، انا مختلف شويه الحقيقه مع الابروتش هو اللي هو حضرتك لك حق الاختلاف كاملة، لأن أنا قلت إن في فعلا المشروع ده من المشاريع اللي بتثير قدر كبير من الجدال وفيها وجهات نظر مختلفة، أنا بس حبيت إن أنا أعرض ماي كونتريبيوشن أو وجهة نظري في هذا انا المجال. لا انا بختلف وانا بحترمه، يعني بحترم جدا وبنحتاج اختلاف حضرتك طبعا يا فندم. ان في ارتستيك ستيتمنت قويه جدا، بس كنت انتظر برضو يبقى فيه شغل انفايرومنتال، يعني غير موضوع الفلور اللي بيعمل توليد كهرباء، ان يبقى في التهويه وفي الاضاءه. كان ممكن برضو يعني استغلال الكيرفز والسكالبتشرال فورم دي ان تساعد في التهويه اكثر واكثر. غير كده انا شايف يعني كم من الابداع رائع، وربنا يوفقك. الله يبارك في حضرتك، لو تسمح لي أرد بس على النقطتين دول. الكلام حضرتك مظبوط فيما يخص الكونتينرز بتاعة الكورت يارد، أنا متفق تماما مع حضرتك، ويمكن التجربة دي أنا عملتها في بيتين اتنين بس، عيشة، بيت عيشة اللي هو كان في الإمارات، والبيت التاني اللي هو البنتا كيوب. فيما يخص العمارة الصحراوية كانت الأوبنس بالنسبة لنا كانت أهم بسبب الهاي سبيد باترن اللي كان موجود بتاع الرياح. لكن طبعا انا مدرك ان ممكن نكتشف بعد كده في البوست اسسمنت ان يطلع عندنا مشكله فيها، لان فعلا هو مش هيحتفظ، مش هيعمل كانه خزان لدرجات الحراره زي ما احنا كنا متعارفين عليه في الكورت يارد التقليديه. عشان كده انا ما حبيتش ان انا اطلق عليهم ان هم كورت يارد هاوسز، سميت عليهم الدبل فاسادز، انر فاساد واوتر فاسادز، وسميت عليهم يمكن الكروس فنتليتد هاوس. فدي كانت النقطه الاولى. لكن طبعا انا فليكسبل تو ايديز، يعني انا مش متشبث براي معين، بالعكس انا بحترم وجهات النظر، لان مقتنع ان ملحوظه حضرتك دي ممكن تثري العمل، واحنا في الاخر انا بصنف نفسي ان انا تلاميذ مش حتى تلميذ. ف اي وجهه نظر وكل وجهات النظر يجب ان تؤخذ في الاعتبار. النقطه الثانيه الخاصه بالمسجد برضه كلام حضرتك مظبوط، لو كان عندنا وقت يمكن هنحاول اخصص وقت ليها لشرحها بالكامل. الشيء اللي انا حاولت استعيره من فكره القبه
وانا ما عملتش قبه بالمناسبه، عملت تكوين فورم يمكن اليبسويد، بيصنف باسم الاليبسويد بس كمان انكمبليت اليبسويد. القبه كانت دايما اتعلمنا انها جزء منها بيشع تحت الشمس او جزء منها بيتعرض للاشعاع الشمسي وجزء منها تحت الظلال، ودي كانت قوه القبه لان الفراغ الداخلي للقبه جزء منه تحت الحراره جزء تحت البروده فبيتم تقليب الهواء فيه، ودي كانت التجربه الانفايرمنتال الموجوده. لكن هو الحقيقه المبنى كله كان مبنى كوري عشان هذا الموضوع. لو انا عندي حائط واحد فلات بيتعرض للاشعاع الشمسي بالكامل فهيبقى الاشعاع الشمسي على الحائط بالكامل، لكن الحقيقه انا حبيت ان هو يكون برضه كيرفيتشر عشان يبقى جزء فقط معرض للاشعاع الشمسي وجزء تحت الظلال، وبالتالي برضه يقلل منها. النقطه الثانيه، ودي كانت الجمال العماره الاسلاميه القديمه بتاعتنا فيها، ان الزخارف الخارجيه اللي كانت موجوده في المباني الاسلاميه الحفر خاصه اللي كان موجود فيها، حضرتك لو الحائط ده كان بدون اي حفر ولا زخارف هيتعرض بالاشعاع الشمسي بالكامل، لكن فكره وجود الضوء والظل اللي بسبب الحفر ده خلى ان في جزء كبير من الحائط ممكن يصل الى 25% تحت الظل مع انه حائط فلات. ده بسبب الحفر الغائر للكتابات والزخارف اللي كانت موجوده في العماره الاسلاميه، وبالتالي ده كان بيوحي تماما ان احنا ممكن نستخدم او نستعير نفس هذه التجربه برضه فيها. لكن دورنا برضه الحالي انا استخدمت حاجه اسمها الثيرموكروميك سكين. الثيرموكروميك سكين ده لسه واخد بيتنت يمكن من 5 سنين، ان ممكن الالوان دي تتغير بس باختلاف تغير درجات الحراره وباختلاف درجات الاشعاع الشمسي، بحيث يبقى المبنى يبان ان هو مبنى ديناميكي. فبالليل ممكن تبدا تلاقي الايات القرانيه مضيئه منوره، وده بالتالي الناس تقراها فتاخد صدقه جاريه اكتر. ففي ابعاد لسه الحقيقه انا حبيت ان انا اخد لمحه عن كل مشروع، يمكن ده كان مش عارف يمكن سوء اختيار مني ان انا ما حبيتش اخد مشاريع عددها اقل واركز عليها في شرحها اكتر، فحبيت ان انا اعرض كاليدوسكوب او مجموعه كبيره من المشاريع بالاضافه الى 3 بي او اللي هي الثلاث مبادئ اللي في اول المحاضره يمكن كنت دردشت فيهم شويه. واشكر برضو حضرتك على هذا الموضوع، وتاكدوا تماما يا جماعه كل ملحوظه بتقال النهارده مش مجرد رد من اجل رد بس، هي بتسجل وهيتم دراستها، وان شاء الله المشاريع اللي جايه حضراتكم هتلاحظوا يمكن ان شاء الله في هذه الفرق. الثراء بينتج من النقاش ومن تبادل الخبرات. جزاكم الله كل خير دكتور. وإياكم دكتورة هبة محروس، إن شاء الله ليا محاضرة في مقربها يوم 3 فبراير الأسبوع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. أنا بكلم أولا بشكر حضرتك جدا جدا على المحاضرة، ربنا يجازيك خير يا فندم، حقيقي هايلة جدا. وواضح أوي يعني أنا أكتر حاجة عجباني إن حضرتك كنت بركز على الخروج من العناصر الأساسية لثقافتنا، يعني الخروج من المحلية للعالمية. فكره ان انا اهتم بالتولز بتاعتي الكالتشر بتاعي وازاي كان في تفاصيل وفي معنى، مش فكره ان انا بقوم بحل وظيفي، انا بركز في تفصيله بركز في معنى بركز في فكره ثقافيه او تبع للشكل الروحاني او تبع للعادات والتقاليد او تبع للمردود الثقافي اللي احنا خارجين منه. وحضرتك يعني اثمرت ده وطورت ده الى ان هو يتماشى مع التفاصيل التقنيه اللي احنا موجودين فيها. انا بحيي حضرتك على التوجه ده جدا جدا. ربنا يجازيك يا فندم كل خير والله. وهي انا هقول لحضرتك برضو على النقطه، تعليقا على هذه النقطه، امتع شيء للمعماري انا في رايي الشخصي لما تلاقي ان الناس اللي بره بتبدا تتعلم وبتبدا تعرف ثقافتنا اكتر عن طريق المنتج الفني والثقافي اللي بتقدميه. للاسف احنا صورتنا بره يمكن حصل لها تشويه في الفتره الاخيره، الاعلام يمكن بينقل صور غير سليمه عن اي حد جاي من الميدل ايست، يعني الناس بتخاف منه. طب ليه يا جماعه؟ لا بالعكس، احنا عندنا فيه فاليوز قيمه جدا. وانا عندي فكره ان الاركتكتشر هي اكتر شيء بيفضل كموروث ثقافي بتقعد سنين طويله بعد اي فيلم اي اغنيه اي حاجه ثقافيه اي منتج ثقافي ممكن يقعد سنين، لكن الاركتكتشر بتقعد مش سنين، بتقعد سنتوريز، بتقعد قرون، فبيوصل رساله. دي نقطة تانية، العمارة بتوصل رسالة، ده حقيقي. يعني أنا بشكر حضرتك كمان على دي نقطة تانية كمان، إن أنت اديت صورة تانية للشخص المصري العربي المسلم اللي لما يبقى موجود دلوقتي هو ليه تفكير وليه مرجعية ثقافية وليه تفكير حديث متماشي مع أي فكر موجود دلوقتي. فدي بصراحة أنا يعني مشاركتي دلوقتي إن أنا أشكر حضرتك على الحاجتين دول. الله يبارك فيك يا فندم، ما شاء الله حضرتك نجحت في حاجتين، إنك غيرت الصورة أو قلت ده شخص مصري وعربي
بيفكر بتقنيات انتوا ممكن تكونوا دلوقتي مش عارفين تستغلوها صح، او اصبحت نمطيه. يعني الافكار والتقنيات الحديثه الى حد ما بتتحول الى النمطيه، الا اذا بقى ليها فكر وبقى ليها معنى وبقى ليها مردود فكري. فكره ان انا اخلي المبنى ليه سمه وليه حركه وليه معنى، مش مجرد ان هو وظيفه او ان هو بيحاول ان هو يعمل لي مستوى مناخي داخلي مختلف، انا شايفه ان ده نجاح. فكان لازم اشكر حضرتك عليه، وانا من الله الناس يبارك فيك اللي يا فندم. انا يعني بس برضه ليا وجهه نظر هشارك حضرتك فيها. اتفضل. انا شايف الحقيقه برضه طبعا نقل ثقافتنا للخارج ده مهم، لكن اللي اكثر اهميه منه هو نقل ثقافتنا دي لاولادنا اللي هيجوا بعد سنين من دلوقتي، بعد مئات السنين. ده مهم جدا جدا جدا، انتم مش متخيلين اهميه الموضوع ده قد ايه. احنا النهارده احنا قاعدين بنفتخر بالموروث الثقافي اللي موجود عندنا من 7000 سنه، لكن هل فكرنا بعد 7000 سنه من النهارده في المستقبل يعني احنا تركنا ايه لاولادنا؟ ده انا في رايي مهم جدا. هي استدامة الفكر، مش فقط استدامة بالمفهوم التقليدي للمناخ أو حتى الاستدامة الاقتصادية، لا، الأهم من كل ده استدامة ثقافتنا الحالية، الفاليوز اللي احنا موجود عندنا، الهوية بتاعتنا، الايدنتي بتاعتنا هويتنا. كاملة. بالظبط بالظبط بالظبط. بالظبط. وأشكرك يا فندم على إثراء الحوار. أنا مشكرة جدا لحضرتك، ربنا وأنا يبارك لك يا هبقى فندم، يعني متابعة إن شاء الله لمحاضراتك المستمرة إن واحنا شاء الله بعد كده. منتظرين محاضرة حضرتك الأسبوع الجاي بإذن الله. يشرفني تعليق حضرتك عليها أكيد الله طبعا. يبارك فيك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا. جزاكم الله كل خير يا دكتور، وألف شكر على الله يبارك فيك، المحاضرة الرائعة. وأشكركم أنتم جميعا على وقتكم الغالي والله، وعلى باشمهندس عمر على مجهود النشاط الرائع اللي بيعمله، يعني لولا الراجل ده والله والمجهود ده ما كناش التقينا اليوم. فأنا بتقدم الشكر ليكم، وإحنا هنفضل على اتصال بإذن الله. وأشكر الناس اللي موجودة، أشكر دكتور عفاف، حضرتك برضه نورتينا النهارده، والناس اللي أنا بإذن الله متعود بإذن أشوفهم الله. كل شوية. أشكركم جميعا، ربي يبارك لكم. الله ألف يبارك شكر، فيك يا ألف شكر يا دكتور، دايما منورانا كده يا دكتور، الله يكرمك. طيب أنا أقدر أستأذن حضراتكم، شكرا جزيلا دكتور، ألف شكر دكتور. وإياكم يا حبيبي، تسلم يا رب، يلا مع الله حفظ وأمان يسلمك. الله، مع حفظ الله، سلام عليكم.